يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم ويوم جديد وحلقة جديدة في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شاذلي. صباح الخير عليك يا هدير، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. لا يحل ماله امرئ لامرئ إلا بطيب نفس منه، بمعنى أن فلوس الشخص لا تحل لشخص آخر إلا لو كان هو موافق، ايا كان شكل المبلغ، سواء كان في شكل فلوس او في شكل هدايا او عطايا او اي حاجه او لقيه زي ما بنقول لحاجه احنا لقيناها في الشارع. دي لا تحل لشخص الا بطيب نفس من الشخص صاحب هذا المال. بمعنى اوضح، انا فلوسي لا تحل الهدير، انما فلوس هدير ممكن تحل عادي كده. انت شايف لو لقيتها يعني انت ما تسامحش، بس انا سامح. انت عايز انا عارف طبعا، عشان انت قلبك كبير وبتسامح اكيد. سؤال حلقتنا النهارده بيقول، لو لقيت مليون جنيه في الشارع هتعمل ايه؟ نبدا بهدير. بص، هو مبدئيا انا مش هلاقي مليون جنيه. 20 جنيه كويس. انا عارفه حظي. اعتقد لا، طبعا اول حاجه هفكر فيها يعني اقرب حد اسمه شرطه او حاجه مسؤولين، واروح اسلم الفلوس، لانه بالتاكيد هي ما وقعتش من حد، هي اكيد فلوس. يعني شغل او مصلحه او موظف رايح يسلم الفلوس دي كان مستلمها، او يعني حاجات كتير. بكل تاكيد اكيد يعني لازم الضمير يكون حي. انا متهيالي انه ما فيش اختيار تاني، لازم الفلوس دي تتسلم. يعني من اول ما تلاقي، من اول ما واحنا اطفال اهالينا كانوا بيعلمونا، ولقيت فلوس في الشارع وديها الجامع. مظبوط. هو يعني الشرع كمان بيقول كده، يعني الامام مالك والامام الشافعي بيقولوا ان انت لو لقيت لقيه، حاجه لقيتها في الشارع ومبلغ كبير، لانه برضو في بعض الاقاويل بتقول لو حاجه بسيطه زي مثلا الصوت او التمره او مبلغ بسيط جدا، فيحق للي لقاه ان هو يستمتع بيها او ان هو ينتفع بيها. طيب، اما لو مبلغ بنتكلم في مليون جنيه، فده تحويش عمر حد، او ده مبلغ كبير، يعني حد تعب عشان يوصل انه يكون معاه في النهايه مليون جنيه. فلما يضيع منه، هذا الرقم بالتاكيد انا احط نفسي مكانه، ووضع يكون عامل ازاي؟ فهي ملهاش حل تاني غير كده. فالامام مالك والامام الشافعي بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان انت تعرض هذا المال في اماكن التجمعات لمده سنه كامله، في الاسواق وفي امام ابواب المساجد لمده قد ايه؟ لمده سنه كامله. طبعا احنا دلوقتي اكيد الموضوع بقى اوسع، ان احنا نقدر ننشر الموضوع اكتر على السوشيال ميديا وعلى الصفحات اللي عليها نسب متابعين كبيره جدا. نعرضه برضو لمده سنه، او نروح زي ما هدير قالت. انا شايف ان الموضوع ما ينفعش يبقى واقف علينا كافراد، لازم يروح لمؤسسه، والمؤسسه دي بدورها هي هتشتغل على مساله. اكيد اللي ضاع منه الفلوس هيروح يعمل محضر. مزبوط. فهيوصل لصاحب الفلوس. لكن كمان هي ممكن تكون مش فلوسه الشخصيه، ودي بتبقى دي حاجه تانية طبعا بكتير. طبعا انه هيتورط فلوس شغل هو بيسلمها. فلازم يكون عندنا كمان سرعه انه نروح نسلم الفلوس وما نستناش وقت. قول لي انت، لو لقيت مليون جنيه يعني بتبقى اول حاجه تيجي في دماغك ايه؟ وبعدين لو بنتك دلوقتي كده قالت لك انا لقيت مبلغ، بتقولها تعمل ايه؟ زي ما كان بيقولنا زمان، زي ما كان بيقولنا. هقول لك على حاجه، انا مثلا اول ما الموبايلات دي طلعت، انا اتذكر كنت بمشي في الشارع الاقي موبايلات كتيره جدا، اركب تاكسي الاقي لقيت موبايلات كتيره جدا 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 على فكره. بس مع كل موبايل كنت بلاقيه
كنت بحاول يعني كان في موبايل لقيته في مره من غير شريحه فانا مش عارف، فحاولت ادور في الارقام والشاشه كانت مكسوره لان في عربيه دايسه عليه فقدرت اطلع رقم في النهايه واتصلت بيه. الراجل كان في منتهى السعاده وهداني مصحف قطيفه كده شكله شيك جدا. الراجل كان مبسوط ان لانه كان موبايل غالي اكيد وعليه برضو داتا وعليه معلومات وكده. فانا كنت بلاقي موبايلات كتير جدا فبحط نفسي دايما مكان الشخص ده. بنتي لازم اعلمها برضو حاجه زي دي، لو لقيتي اي حاجه دي مش بتاعتك، دي مش حقك، دي حاجه ناس، فلازم الحاجه دي ترجع للناس لان هي بتاعتهم مش بتاعتنا. انا ازاي استحل مبلغ زي ده او استحل حاجه زي دي انا ما تعبتش فيها؟ انا حاسه ان انت هيجي لك اسئله على تليفونات كتير ضايعه بعد الحلقه على موضوع انك بتلاقي التليفونات لسه بتلاقي التليفونات. لا انا كنت، لا يا جماعه الكلام ده وانا صغير عشان محدش يجي يسالني على تليفون دلوقتي. احنا قاعدين نسمع من حضراتكم اجابتكم على سؤال حلقتنا النهارده، لو لقيتوا مليون جنيه في الشارع تعملوا ايه؟ اعتقد انه يعني احنا بنتساءل يمكن علشان بقينا بنشوف انه دي يعني شيء محمود جدا من الناس اللي بتسلك السلوك الطبيعي والسلوك المفروض نعمله، انه لما نلاقي فلوس او اي حاجه ما تخصناش نسلمها للمسؤولين، لكن النفس البشريه برضو يعني نفس اماره بالسوء. فبنشوف انه احيانا ناس في حوادث ما او في يعني خصوصا في الحوادث بيفقدوا ممتلكاتهم، والناس اصلا بتكون لا قدر الله في مصيبه الحادثه نفسها، وكمان بيبقوا بيدوروا على الحاجات اللي كانت موجوده جوه العربيات. زي النهارده شاذلي هيكون معانا في الحلقه يعني حادثه شبه كده من سوهاج، لكن الحقيقه المسعفين كانوا ايجابيين جدا وسلموا الفلوس اعتقد تقريبا 2 مليون جنيه وكل المتعلقات الشخصيه اللي كانت موجوده في الحادثه. فده اللي احنا بنبقى مستنيين، والحقيقه في يعني ده طبيعي زي ده صحيح. بنشوف دلوقتي مع حضراتكم سؤالنا على صفحاتنا، موجود على صفحاتنا فيسبوك وتويتر وإنستجرام، هننتظر إجاباتكم طول الحلقة النهاردة. صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير يا مصر. لو لقيت مليون جنيه في الشارع هتعمل إيه؟ ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا، طبعا في انتظار إجابات حضراتكم. دلوقتي هنروح لمنى نطمن منها على أحوال المرور وتقول لنا لو لقيت مليون جنيه هتعمل بيهم إيه؟ هتعملي بيهم إيه ولا هتعملي فيهم إيه؟ تفرق. هتعملي بيهم يعني هتصرفيهم، إنما هتعملي فيهم إيه؟ مش هلاقي مليون جنيه اصلا مين بينزل في الشارع معاه مليون جنيه؟ بتحصل يعني حد راح يورط زي ما كنا بنتكلم دلوقتي يعني دي مشكلة شخصية. الموضوع هنا خلصان مش هقابل الشخص اللي نازل لي يورط. احنا اصلا مواعيدنا عكس خالص، ما بنمشيش في الشارع في المواعيد اللي الناس بتبقى موجوده فيها. متاكد منه؟ عاده بننزل في الفجر فما بتبقاش ناس كتير قوي نازله بمليون جنيه، يعني مفيش ملايين الفجر تتورد، وبنبقى راجعين بدري قوي ما بتبقاش لسه الناس اتحركت برده عشان المليون جنيه. فانا الموضوع بالنسبه لي مقفول. بس اللي متاكد منه انت اكيد لو لقيتيهم اكيد هتوديهم يعني هتحاولي تسالي على اصحابهم، ده اللي متاكد منه طبعا. انت بتقولي يعني الاجابه يعني ده اصليا هي بس اللي لفت نظري انت وهدير وانتوا بتتكلموا انكم بتقولوا النفس البشريه وطبيعي ان الناس تودي الفلوس. اعتقد انه لا، مش من الطبيعي، ده فكره يعني مش سهله خالص، وده جهاد للنفس كبير قوي ان الناس تودي رقم كبير زي ده. احنا عارفين ان الظروف الاقتصاديه صعبه وان احنا شايفين ازمه اقتصاديه في العالم كله، فمش سهل على كل الناس انها تقدر تستغنى عن هذا الرقم. الشطارة بقى والأصالة بقى إن إحنا نعرف نجاهد نفسنا وإن إحنا فعلا الحلال يغنينا عن أي حاجة تانية. خلينا بقى دلوقتي مشاهدينا نستعرض معاكم أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر لكل الناس اللي لسه ما نزلتش واللي متخيلين إنهم ممكن يلاقوا مليون جنيه في الطريق. نبتدي على طول مع بعض بجولتنا من كوبري 15 مايو اللي بيشهد كثافات بسيطة جدا في الاتجاهين سواء المتجه لوسط البلد أو المهندسين. هنشوف كوبري أكتوبر إحنا شايفين في سيول مرورية لغاية ما بنوصل لميدان رمسيس والعباسية وغمرة، متوقع طبعا أن يكون في زيادة للكثافات بعد شوية. لو بصينا هنا على طريق الكورنيش من المظلات لوسط البلد هنلاقي بعض الكثافات المتحركة لغاية ميدان التحرير، بعدها هنلاقي سيولة مرورية مكملة معانا لغاية منطقة حلوان. نبص مع بعض على شارع بورسعيد والشرابيه وحدائق القبه ولغايه كوبري السواح والاميريه، كل ده هنلاقي فيه كثافات بسيطه جدا. ولو بصينا على طريق صلاح سالم هنلاقي سيوله معانا مكمله لغايه العروبه وكوبري الجلاء. نشوف مع بعض الجيزه، هنكمل جولتنا في الجيزة ومحور 26 يوليو اللي جاي من أكتوبر والشيخ زايد والمتجه لمداد لمناد. احنا متعودين ان الوقت ده بيبقى فيه بعض الكثافات المرورية اللي هتزيد طبعا بطبيعة الحال مع ساعات الذروة الصباحية، وده للمتجه لوسط البلد أو مدينة نصر ومصر الجديدة. عندنا طريق بديل بننصح بيه هو محور رود الفرج.
لو بصينا بقى على شارع السودان هنلاقي كثافات مرورية بسيطة حديد عند محطة مترو الجامعة بطبيعة الحال للي جاي من كوبري فيصل لمناطق الدقي، وهنلاقي كمان كثافات متحركة عند محور صفط اللبن للمتجه للدائري وصولا لشارع السودان. لو بصينا بقى عند شارع فيصل هنلاقي زي ما احنا متعودين في الوقت ده كثافات مرورية بتبتدي من محطة المريوطية ولغاية ما بنوصل للطلبية، ولو كملنا كمان هنلاقي كثافات واصلة لغاية كوبري فيصل، لكن هو ده الطبيعي في التوقيت ده. هنروح بقى لسوهاج ونبتدي من شارع كورنيش النيل هنلاقي فيه سيولة مرورية، هناخد الطريق ونفضل مكملين لغاية شارع الحواويش اللي احنا شايفين فيه كثافات مرورية، وهنكمل مع الطريق لغاية ما بنوصل لطريق أخميم جرجة اللي بيشهد سيولة مرورية. لو بصينا بقى عند محطة قطر سوهاج زي ما احنا متعودين هنلاقي كثافات نسبية بسيطة جدا، وهنشوف بعدها طريق الحواويش اللي احنا شايفين فيه بعض الكثافات المرورية لكن غير مؤثرة على حركة المرور. هنكمل ونروح إسكندرية ونشوف الكورنيش عامل إزاي. هنشوف بعض الطرق فيها كثافات مرورية، لو بصينا على الكثافات هنلاقيها بتنخفض بشكل كبير في الوقت البدري ده. نبص بقى على شارع عمر لطفي، نروح بقى من عنده لكورنيش الإسكندرية هنلاقي كثافات بسيطة ومتقطعة على مدار الكورنيش غير مؤثرة على حركة المرور. كده مشاهدينا احنا خلصنا جولتنا المرورية السريعة، نروح على طول لشاذلي وهديل نبتدي معاهم فقرتنا وأخبارنا. اتفضل. شكرا ليك يا مين. نبدأ مع حضراتكم أولى أخبارنا للحلقة النهاردة. وامبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رمطان العمامرة وزير خارجية الجزائر، وتسلم سيادته رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر في أول نوفمبر اللي جاي. وخلال اللقاء أكد سيادته اعتزاز مصر بما يربطها بالجزائر وشعبها العظيم من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد رمطان العمامرة وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسفير حميد شبيرة السفير الجزائري بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن وزير خارجية الجزائر سلم السيد الرئيس رسالة خطية من شقيقه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت دعوة السيد الرئيس للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم، فضلا عن التأكيد على حرص الجزائر على تعزيز أطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة والانطلاق بها إلى آفاق أرحب اتساقا مع عمق أواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين. من جانبه طلب السيد الرئيس نقل تحياته إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون، مرحبا سيادته بالدعوة الموجهة من شقيقه الرئيس الجزائري، ومعربا عن تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة، وذلك بهدف استعادة مكانتها ووحدتها وبما يدعم مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية. كما أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بما يربطها بالشقيقة الجزائر وشعبها العظيم من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث بشأن آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم تأكيد الرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون في شتى المجالات وتعظيم قنوات التواصل الفعال بين البلدين حكوميا وشعبيا. كما تطرق اللقاء إلى تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على المستوى العربي، لا سيما مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا والعراق، حيث تم التوافق حول أهمية تكثيف التنسيق المتبادل للعمل على استعادة الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي. كمان امبارح سيادة الرئيس استقبل في قصر الاتحادية رئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بحضور الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة. خلال اللقاء أكد سيادة الرئيس استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب الدكتور رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطينية، والسيد حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللواء ماجد فرج رئيس المخابرات العامة الفلسطينية، والسفير ذياب اللوح السفير الفلسطيني بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن اللقاء تناول التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وقد رحب السيد الرئيس بأخيه الرئيس محمود عباس مؤكدا استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ومشددا سيادته على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة خاصة في قطاع غزة. من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، ومؤكدا ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية للعلاقات المصرية الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة، ومن ثم حرصه على التشاور والتنسيق المتواصل مع السيد الرئيس بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقا خلال اللقاء على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما سواء على المستوى الثنائي أو في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية والأطر المتعددة الأخرى، وذلك من أجل متابعة الخطوات المقبلة وجهود دعم القضية الفلسطينية. استقبل السيد وامبارح السيد رئيس عبد الفتاح السيسي تقدم بالتهنئة لرئيس الكيني ويليام روتو على فوزه بالانتخابات الرئاسية الكينية، متمنيا له كل التوفيق في قيادة كينيا وشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق ومزيد من التقدم والازدهار. وأكد سيادة الرئيس حرص مصر على مواصلة تعزيز روابط الأخوة مع كينيا واستمرار التنسيق بين البلدين الشقيقين حول كافة الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. دلوقتي مشاهدينا هنروح مرة تانية لمنى عشان نتعرف منها على أسعار العملات والذهب. شكرا لك مشاهدينا، زي ما احنا موجودين كل يوم بنتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية ومتوسط الذهب كمان، خلينا نتابع البورصة بتقول ايه. أسعار العملات، الدولار الأمريكي بيسجل 19 جنيه و19 قرش للشراء، 19 جنيه و26 قرش للبيع. اليورو بيسجل 19 جنيه و5 قروش للشراء، 19 جنيه و13 قرش للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22 جنيه و21 قرش للشراء، 22 جنيه و31 قرش للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19 جنيه 55 قرش للشراء و19 جنيه 63 قرش للبيع. اليوان الصيني بيسجل 2 جنيه 75 قرش للشراء، 2 جنيه 76 قرش للبيع. الريال السعودي بيسجل 5 جنيه و10 قروش للشراء و5 جنيه و12 قرش للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 62 جنيه و15 قرش للشراء، 62 جنيه و41 قرش للبيع. أما الدرهم الإماراتي بيسجل 5 جنيه 22 قرش للشراء، 5 جنيه 24 قرش للبيع. وبالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، عيار 18 الجرام بيسجل 945 جنيه، عيار 21 الجرام بيسجل 1103 جنيه، عيار 24 الجرام بيسجل 1261 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل 8824 جنيه. دي الأرقام اللي موجودة معانا النهاردة، نرجع على طول لشاذلي وهدين نكمل باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا ليك يا منى. ايضا امبارح كان في اخبار واحداث كتير مهمه، من اهم هذه الاخبار الزياره اللي عملها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي لمحافظه الفيوم لمتابعه سير العمل في عدد من المشروعات الخدميه والتنمويه هناك. وايضا تفقد مجمع الصناعات الصغيره والمتوسطه واعمال التطوير اللي بتتم في بحيره قارون.
ده غير لقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع قائد قوات الدفاع الملاوية، وحصول الكلية العسكرية التكنولوجية على شهادة الاعتماد المؤسسي. خلينا نشوف كل هذه الأخبار وأكثر من خلال هذا التقرير. أخبار وأحداث كتيرة حصلت امبارح، أبرزها الزيارة اللي أجراها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمحافظة الفيوم لمتابعة سير العمل في عدد من المشروعات الخدمية والتنموية. وبدأ رئيس الوزراء الزيارة بتفقد أعمال توسعة وتطوير المدخل الرئيسي لمدينة الفيوم، وأكد على ضرورة حرص كل محافظة على تطوير المدخل الرئيسي لها باعتباره بوابة بتعكس هوية المحافظة والنسق الحضاري والتاريخي لها. بعد كده تفقد الدكتور مدبولي مجمعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمدينة الفيوم الجديدة، واللي تم إنشائهم في إطار مبادرة مصنعك جاهز للترخيص. وقال الدكتور مدبولي إنه فيه اهتمام من الدولة بالتوسع في المجمعات الصناعية اللي بتمثل حاضنة لدعم مختلف الصناعات وتنميتها، وبتساهم في توفير فرص العمل ودعم المنتج المحلي لينافس عالمياً. وفي ختام زيارته لمحافظة الفيوم تفقد الدكتور مصطفى مدبولي بحيرة قارون، وأكد على أهمية الإجراءات اللي بيتم اتخاذها لإعادة التوازن البيئي للبحيرة بالنظر للقيمة الاقتصادية لها، خاصة إنها بتعد مصدر رئيسي للدخل لغالبية أبناء المحافظة، وبالتالي تطوير البحيرة هيساهم في تحفيز الاستثمار السياحي وتعزيز الثروة السمكية. امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك لقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مع الفريق أول فينسنت توم ناندوي قائد قوات الدفاع الملوية والوفد المرافق ليه اللي بيزور مصر حالياً، وده ضمن فعاليات الاجتماع الأول للجنة العسكرية المصرية الملوية بالقاهرة. وخلال اللقاء تم تبادل سبل دعم علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين وبحث آفاق التعاون المشترك بينهم. كمان امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على موقع الفيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، حصلت الكلية العسكرية التكنولوجية على شهادة الاعتماد المؤسسي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. وأكد اللواء أركان حرب حسام الدين مصطفى مدير الكلية العسكرية التكنولوجية على دعم القوات المسلحة للمنظومة التعليمية والبحثية واتباع أفضل الطرق لضمان جودة التعليم وتخريج أجيال قادرة على التسلح بالعلم والمعرفة لخدمة الوطن. طبعا محافظة الفيوم معروفة أن هي محافظة السواقي، يعني فيها ما يزيد عن 200 ساقية في المحافظة كلها. ولو نفتكر من حوالي سنة بالظبط بدأت الإشاعات تطلع أنه خلاص السواقي دي بتنتهي وبتتعرض للإهمال، وبدأت الناس تتكلم لمصلحة مين أن هذا الأثر أنه ينتهي وما يكونش ليه وجود، ده مزار سياحي مهم جدا. فإحنا شفنا الرد من خلال جولة رئيس الوزراء وهو بيتابع أعمال تطوير اللي تمت بالفعل في السواقي، في ميدان السواقي اللي موجود في الفيوم لفترة من الفترات. طبعا احنا عارفين ان السواقي دي كانوا بيستخدموها لان الفيوم منخفض يا هدير، فكانوا بيعتمدوا على هذه السواقي عشان ترفع المية من مستوى ادنى لمستوى اعلى. لكن ده الرد على الناس اللي كانت بتقول ان السواقي ان ده اثر واحنا بنهمل هذا الاثر. الحقيقه انه زياره الفيوم امبارح يعني وضحت كتير من اعمال التطوير اللي بتحصل في المحافظه. كمان محافظه الفيوم كان عندهم مشكله في المياه العذبه الصالحه للشرب، فاحنا امبارح تفقد رئيس الوزراء كمان المحطه الجديده في الفيوم اللي هتزود انتاجيه المياه، توصل كمان لزياده 120 الف متر مكعب، ويمكن ده في سبيل الحل في مساله نقص المياه. التطوير كمان اللي بيحصل في بحيره قارون على غرار اللي حصل في بحيره ناصر والمنزله، ومساله يعني تطوير البحيرات الصناعيه، وكمان يعني توصيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بده زي ما شفنا قبل كده. فشفنا من خلال الزياره كمان مساله الاهتمام بالمشروعات الصغيره والمتوسطه داخل المحافظات، لانه ده بيفرق كتير جدا مع الناس. بكل تاكيد، والفيوم مشهوره كمان بصناعات الخزف وغيرها من الصناعات التراثيه القديمه اللي كانت بتندثر لفتره من الفترات، لكن شفنا اهتمام بهذا الامر من خلال زياره رئيس الوزراء، الاهتمام بالمشروعات الصغيره والمتوسطه. وبنشوف كل محافظه
مشهورة بصناعة إيه وبننمي هذه الصناعة وبنطور كمان القائمين على هذه الصناعة. هنروح مع حضراتكم لجولة المحافظات كالمعتاد، معنا مجموعة من الأحداث المهمة حصلت في المحافظات، أبرزها تنفيذ 260 وصلة مياه منزلية للأسر الأكثر احتياجا في أسوان، بالإضافة إلى انطلاق فعاليات مبادرة اتحضر للأخضر في الإسماعيلية، وأيضا إنشاء منطقة استثمارية للنباتات الطبية والعطرية في بني سويف، وأخبار تانية هنعرفها من خلال هذا التقرير. محافظات مصر حصل فيها أخبار كتيرة امبارح، البداية من كفر الشيخ اللي تم فيها إطلاق مسابقة كفر الشيخ تتجمل بين مراكز ومدن وقرى المحافظة للوقوف على أفضل وأجمل قرية بكل مركز وأجمل مدينة وأجمل حي، وده لخلق روح المنافسة بين العمال والمسؤولين عن النظافة. في سوهاج تابع المحافظ اللواء طارق الفقي الموقف التنفيذي لمشروع ربط مركز البلينة بالطريق الصحراوي الغربي من خلال إنشاء طريق بطول 26 كيلومتر وبتكلفة 200 مليون جنيه، واللي بتنفذه الهيئة العامة للطرق والكباري ضمن خطة الدولة لإنشاء طرق وشرايين جديدة للتيسير على المواطنين. في أسيوط ترأس المحافظ اللواء عصام سعد الاجتماع الأول لمجلس إدارة مركز معلومات شبكة المرافق، واللي تم إنشاؤه كأول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة، وده من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية. في أسوان قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بالتعاون مع المجتمع المدني بتنفيذ أعمال مد خطوط مواسير مياه الشرب بطول 1750 متر، وكمان تنفيذ الوصلات المنزلية ل 260 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً. في الوادي الجديد شهدت المحافظة امبارح ظاهرة تعامد الشمس على معبد هيبس في مدينة الخرجة، في مشهد بيعكس المهارة اللي بلغها المصري القديم في علم الفلك والهندسة من خلال تعامد أشعة الشمس على قدس الأقداس داخل معبد هيبس. في أسيوط وجه المحافظ اللواء عصام سعد بتشكيل لجنة لمراجعة الطرق وأعمال الرصف اللي بتتم بالمراكز والأحياء للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمواصفات الفنية والهندسية للشوارع ورفع كفاءتها بالشكل اللائق وتحقيق معدلات السلامة والأمان. في الإسماعيلية قامت مديرية التضامن الاجتماعي بزراعة مجموعة من الأشجار لتجميل شوارع المحافظة بالتعاون مع جهاز التطوير والتجميل في الإسماعيلية، وده في إطار مبادرة اتحضر للأخضر واللي بتستهدف نشر الوعي البيئي للمواطنين. في مطروح تم إطلاق إشارة البدء في تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة. في بني سويف استعرض المحافظ الدكتور محمد غنيم تفاصيل رؤية المحافظة بشأن تخصيص مساحة 147 فدان من الأراضي المملوكة للدولة بمركز سمسطة بهدف إقامة منطقة استثمارية متكاملة للنباتات الطبية والعطرية والتصنيع الزراعي. في كفر الشيخ كشف المحافظ اللواء جمال نور الدين عن إقامة 35 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة بقطاع الصرف الصحي في قرى مطوبس، عبارة عن وصلات منزلية وشبكات انحدار ومحطات رفع ومشروعات صرف صحي. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس اللي هيكون النهاردة حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وهيكون في نشاط رياح بالليل على بعض المناطق وده هيقلل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة. كمان النهاردة في فرص أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وهيكون في نشاط للرياح على سواحل البحر المتوسط على فترات متقطعة، وده هيؤدي لاضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بقيم بتتراوح من مترين لثلاث أمتار. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 33 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 39 درجة، والأقل هتكون في مطروح 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل. دلوقتي ناخد مجموعة من الإجابات والتعليقات اللي جات لنا على سؤال حلقة النهاردة، لو لقيت مليون جنيه في الشارع هتعمل إيه؟ الأستاذ عبد العزيز شافعي رده حلو قوي، بيقول صباح الخير عليكم، ما أعتقدش إن في حد ممكن يلاقي مليون جنيه في الشارع، بس لو ده حصل هدور على صاحبها ولو ما لقيتوش هوديهم لمكان للأعمال الخيرية وأحتسب عند الله صدقة من صاحبها وأشاركه الثواب، لأن أنا اللي وصلت الفلوس دي وده كله بعد ما أسأل أهل العلم في هذا التصرف هل يجوز أم لا. طيب أحمد صالح محمد بيقول هتبرع بجزء كبير للفقراء والمحتاجين وحجج أمي وأبويا، ولو اتبقى حاجة هعمل تصليحات في مسجد القرية. لا أستاذ أحمد، احنا مش بنقولك لو حد ادلك مليون جنيه، احنا نقول لو لقيتها دي تعني إنها بتاعت حد تاني، فأعتقد إنه مش هنقدر نتصرف بالأريحية دي فيها. طبعا
في ميرفت بتقول صباح الخير عليكم. طبعا ربنا يكتب لهم الحج طبعا بكل تاكيد. طبعا ميرفت بتقول صباح الخير عليكم، انا هاخدهم واطلع اجري اخبيهم، يا نهار ابيض ده انا هخربها، ده لو لقيتهم انا عارفه نفسي مش بلاقي غير مشابك الغسيل، والله امي مش بتشتري مشابك غسيل خالص خالص. كويس كويس حظها، عشان كده مش هتلاقيهم. ايمان بتقول ولا ليا دعوه بيهم فانهم لقطه، واللقطه لها حكم في الشارع، وانا اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم. طارق كرايم بيقول الأساس أو الأصل على من يعثر على شيء أو أصل ذو قيمة أن يخطر الشرطة في حال عدم الاستدلال على صاحب الشيء، في حالة عدم التوصل إليه، وعلى الجانب الآخر أن يقدم المالك الأصلي للشيء المفقود مكافأة للآخر. طيب في كذا تعليق، عطية توفيق ومحمد بيقولوا هنوديهم صندوق تحيا مصر، أعتقد أنه ده برضو أي تبرع لأي جهة لازم يكون بعد ما تأكد أنه أنا مش عارف أوصل لصاحب الفلوس دي. مظبوط. وليد احمد بيقول صباح الخير عليكم، لو لقيتهم هعمل خطوات مهمه، اولها اني انشر على جميع جروبات الفيسبوك اني لقيت مبلغ كبير ومحتاج اي علامه للرجوع لصاحبه، ان شاء الله هلاقيه بالطريقه دي. لو عمل كده ما هو محتاج علامه بقى، متاكد؟ ولو ما لقيتوش هسلمه لاقرب نقطه شرطه تابعه للمكان اللي لقيت فيه المبلغ. دي برده حاجه كويسه، لانه اللي ضاع منه مبلغ في مكان معين اول حاجه بيدور ايه، بيشوف هو مشي ازاي، بيتتبع المكان اللي مشي فيه عشان يروح يلاقي الفلوس بتاعته. فانت تعمل فعلا محضر في اسم الشرطه اللي لقيت جنبه الفلوس، وهسلمهم طبعا الفلوس لاسم الشرطه. وايه تاني؟ وكلنا طبعا معرضين انه يحصل فينا كده، فلازم نعمل بتعاليم ديننا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. استاذ احمد بيقول، احمد ابو كامل، هعمل فرح. ممكن هيتجوز بالفلوس ممكن يعني، تعمل فرح بالمليون جنيه ولا مبسوط يعني. في ابو زياد بيقول طبعا صاحبها اولى بيها. طيب سامح سمير بيقول هرجعهم طبعا لحسابي في البنك. لحسابه في البنك ده هم خرجوا، هرجعهم دي معناها كده ان هم خرجوا من حسابه في البنك. طيب في ام الحسن بتقول هسلمهم للشرطه طبعا. طيب استاذ جاد سيد بيقول كان زمان اما الان فلو لقيت ف يخصهم، يخصوا شخص تقريبا رايح يدفعهم لعمليه زي ما كنا بنقول، او يسدد اللي عليه، فالمفروض نعلن عنهم ونسلمهم لصاحبهم. في اشرف عمران بيقول صباح الخير عليكم، انا لو لقيت المبلغ ده هخليه عندي فتره لحد ما الاقي صاحبه مين، وبعد كده ما حدش يلومني هتصرف فيه ازاي، والتبرع بمبلغ بسيط منه. لا انت ترجع برضه للشرع وتكلم دار الافتاء. خط مفتوح لاي حد في اي وقت، اتصل بيهم قول لهم انا لقيت المبلغ ده اعمل فيه ايه، وزي ما يقولوا لك اعمل. واضح ان موضوع الجواز متعلق بالمليون جنيه. استاذ سيد بيقول هتجوز. هتجوز ربنا يستر ما كنتش متجوز اولاني، بس ما دام بتشوف يعني لو جوز تاني بالمليون جنيه دي المشكله. والله هما الاثنين فيهم مشاكل يعني. حمدي بيقول اسال الاول طبعا عن صاحب الفلوس. يعني بصي بقى، ويا بخت من رد لهفه صاحب الفلوس. طبعا طبعا. ده اللي كنا بنتكلم فيه في الاول، اللي هو احط نفسي مكان الراجل الفلوس وضاعت، ده انا حالي هيكون عامل ازاي، وخصوصا زي ما هدير كانت بتقول فلوس دي مش فلوسي مثلا. فلوس شغل انا رايح اورد مثلا. صحيح. دي طوريطه طبعا. فسنت بتقول هطلع عمره الاول وبعد كده هشوف لو حد من اهلي محتاج حاجه. بسنت بتاعتنا؟ احنا كده لا مش بسنت بتاعتنا، احنا كده شايفين انه العمره او الحج يا جماعه يعني دي احنا تقريبا ناس فهمت ان احنا يعني نديهم هدايا مليون جنيه. الموضوع مش كده، احنا بنتكلم على صاحب الفلوس دي ليها صاحب. صحيح. فما اعتقدش انه شرعا يعني لا يجوز انه الواحد يطلع بيهم عمره او حج، وربنا طبعا يكتب لنا جميعا يعني. شروق بتقول هدور على صاحبها طبعا. طيب مصطفى تاني بيقول هعمل عمره. واحد بيقول هشرب عصير قصب من الفرحه. حسام راشد بيقول يا عم انا لو لقيت 5 جنيه بخاف لحد يجري ورايا ويقول لي دي بتوعي. انا كمان كان ضميري يأنبني يعني، اللي هو عارف لو انت طفل هودي الفلوس مثلا، لقيت فلوس ومش عارفه ليه، واحنا صغيرين كنا بنلاقي فلوس كتير، لما كبرنا الموضوع راح الناس بطلت توقع الفلوس ولا ايه اللي حصل. فكنا وده الاصل في الموضوع، انه اهالينا يخلوا ضميرنا صاحي، انه تخاف حتى لو هو مبلغ صغير خالص، لان ما كناش بنلاقي مبالغ كبيره. صح. يعني انه تخاف ان انت حتى تصرفه او تجيب بيه يعني اي حاجه، لازم ان انت تدور عليه او على صاحبه او توديه للجامع. بكل تاكيد دي كانت مجموعه من التعليقات اللي جات لنا في انتظار مزيد من تعليقات حضراتكم واجاباتكم على سؤال حلقتنا النهارده، لو لقيت مليون جنيه هتعمل ايه. دلوقتي هروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي الفقرات.
اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. نروح مع حضراتكم للاخبار اللي هتحصل النهارده باذن الله. والنهارده هيتم اطلاق النسخه الثانيه من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الانمائي، وايضا هيكون في اجتماع لوزراء الماليه والبيئه الافارقه في العاصمه الاداريه الجديده تحت رعايه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكمان النهارده المجلس العربي للمياه هيعقد مؤتمر صحفي للاعلان عن تفاصيل منتدى البيئه والتنميه 2022 الطريق الى شرم الشيخ. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيتم في العاصمة الإدارية الجديدة إطلاق النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF، واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. المنتدى هيكون فيه أكثر من 20 فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وده في إطار تعزيز المناقشات وخلق الشراكات البناءة الهادفة لدفع التحول الأخضر في قارة إفريقيا وتحفيز العمل المناخي. كمان النهاردة المجلس العربي للمياه هيعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل منتدى البيئة والتنمية 2022 الطريق لشرم الشيخ، واللي هيتضمن تنظيم يوم المياه بالتعاون مع عدد من الشركاء، بالإضافة لوجود عدد من المبادرات الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية في قطاع المياه. كمان النهاردة هتطير بعثة فريق الكرة بنادي الزمالك إلى قطر استعداداً لمواجهة الهلال السعودي على كأس لوسال في المباراة اللي هتتلعب يوم الجمعة اللي جاية. لعشاء الكرة الأوروبية موعدهم النهاردة مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة الافتتاحية لدوري المجموعات من دوري أبطال أوروبا، من أهمها لقاء إنتر ميلان الإيطالي مع بايرن ميونخ الألماني الساعة 9 بالليل، وفي نفس التوقيت هيلتقي نابولي الإيطالي مع ليفربول الإنجليزي. دلوقتي هنروح لمنى عشان نتعرف منها على أخبار الطقس بالتفصيل ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. شكرا لك يا شاذلي. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لكن بالليل الجو هيكون معتدل ورطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وهيكون مائل للحرارة ورطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وهيكون في نشاط للرياح بالليل على بعض المناطق، وده طبعا هيقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة. كمان النهاردة في فرص أمطار خفيفة على الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وهنلاقي نشاط رياح على سواحل البحر المتوسط على فترات متقطعة، وده هيؤدي لاضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بقيم تتراوح من 2 لـ3 أمتار. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس هتنضم لنا على التليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير عليكي. صباح الخير على حضرتك دكتورة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا منى. دكتورة منار، احنا ملاحظين ان في انخفاض في درجات الحرارة الفترة اللي فاتت، بشرينا وقول لنا ان ده هيستمر معانا لغاية اخر الشهر. بالفعل احنا تدريجيا بدأنا نحس بانخفاض درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل، وكمان مع وجود نشاط الرياح اللي بيساعد ان احنا نحس بنسب رطوبة اقل، بدأنا نحس بنسب رطوبة اقل خلال فترات المساء وخلال فترات الليل، وده اللي متوقع يستمر معانا ان شاء الله لبدايه فصل الخريف. احنا اليوم طبعا مستمرين في انخفاض درجات الحراره، والاجواء اشبه بالاجواء الخريفيه، لان طبعا في منخفض جوي في طبقات الجو العليا بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فبيحجب اشعه جزء من اشعه الشمس، فبالتالي هحس بانخفاض درجات الحراره، هحس اليوم بنسب رطوبه اقل. كمان بدات فرص سقوط الامطار على اغلب المناطق المطله على البحر المتوسط في الصباح الباكر، ومتوقع استمرار فرص سقوط الامطار على مدار اليوم، لكن هتختلف طبعا من منطقه لمنطقه، هي امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اعمال الانشطه اليوميه. الاجواء فيها تحسن وخاصه خلال فترات الليل. خلال فترات النهار بنشعر ببعض يعني نقدر نقول ارتفاع في درجات الحراره بسبب استمرار ارتفاع نسب رطوبه خلال فترات النهار، الاجواء حاره رطبه خلال فترات النهار، خلال فترات الليل معتدله تماما على اغلب انحاء الجمهوريه، خاصه زي ما بنقول في نشاط الرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعه على اغلب مناطق الجمهوريه، بيقلل احساسنا بنسب رطوبه خلال فترات المساء وخلال فترات الليل، بالاضافه كمان هيؤدي لاضطراب حركه ملاحه بحريه على البحر المتوسط، متوقع ان ارتفاع الموج
يتجاوز 3 متر على مسطح البحر المتوسط وغير مؤهل تماما لاعمال الانشطه البحريه. بالاضافه كمان نحن نتوقع زي ما بقول استمرار هذه الاجواء لنهايات الاسبوع وبدايه الاسبوع المقبل، بس هيكون في ارتفاع خفيف في درجات الحراره بحوالي درجه. معقول درجه؟ معقول يعني مقبول، مش هنرجع تاني للموجه الحاره اللي كانت تعبانه في شهر اغسطس؟ بالفعل يعني احنا خلاص يعني نهايه شهر اغسطس خلاص هنبدا نحس بانخفاض نسب الرطوبه، حتى لو في ارتفاعات في درجات الحراره، لان احنا لسه بيقصرنا على انتهاء فصل الصيف حوالي اسبوعين، لكن مش هيكون بالشكل الكبير اللي احنا شاهدناه في اغسطس او في يوليو. كل الشكر ليكي الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتعرف معاكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. القاهرة العظمى فيها 33 والصغرى 23، العاصمة الإدارية العظمى فيها 33 والصغرى 22، الإسكندرية 30-23، العلمين الجديدة 30-23، مطروح 29-23، السلوم 30-23، بورسعيد 31-24، ودمياط 31-24. السويس العظمى فيها 33 والصغرى 23، الإسماعيلية 34-24، العريش 31-24، طابة 33-26، كاترين 31-19، شرم الشيخ 37-28، الغردقة 35-27، والفيوم 33-21. بني سويف العظمى 33 والصغرى 21، أسيوط 34-23، سوهاج 35-24، قنا 37-26، أسوان 39-27، الوادي الجديد 38-26، حلايب 35-27، أما شلاتين العظمى فيها 36 والصغرى 27. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نرجع تاني لشاذلي وهدير نكمل باقي فقراتنا وأخبارنا. اتفضل. شكرا ليك يا مين. نروح مع حضراتكم لمدينة الخارجة في الوادي الجديد ومعبد هيبس الأثري. شاهد امبارح ظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس داخل المعبد. الظاهرة دي بتحصل مرتين كل سنة، يوم 6 سبتمبر ويوم 7 إبريل. النهاردة نحن بصدد عمل دراسة وفحص وتدقيق لظاهرة بتحدث داخل معبد هيبس مرتين في العام، في السابع أو في شهر أبريل وشهر سبتمبر من كل عام. إحنا النهاردة الظاهرة دي طبعا كانت ملاحظة بالملاحظة البصرية منذ فترات طويلة جدا، وتم تصويرها من قبل، ولكن النهاردة إحنا بصدد تعاون مع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بعمل دراسة وبحث وتحليل للظاهرة للتأكد من حدوثها في يوم معين من أيام شهر سبتمبر السنة دي في 22. تم رصد الظاهرة لمدة 3 أيام على التوالي، يوم 5 و6 و7 إن شاء الله اللي هو في الغد، سيتم برضو استكمال الرصد لثالث يوم في شهر سبتمبر 22 للتأكد من هذه الظاهرة، ويعتبر تقنينها أو إقرارها كظاهرة بتتم دوريا أو سنويا في معبد هيبس. وحين التأكد من الظاهرة بشكل علمي وبالقياس وبالأجهزة الحديثة إن شاء الله سيتم اعتمادها كظاهرة بتحدث كل عام، وتمهيدا لتنظيم احتفالية كبرى بمناسبة تعامد الشمس على قدس أقداس معبد هيبس في واحة الخارجة محافظة الوادي الجديد. الموضوع ما زال تحت الدراسة وتحت الإقرار، إحنا بنحاول نحدد الوقت السليم واليوم السليم في اللي بحالنا اقوى استطاع واقوى اشعاع في التعامد بتاع الشمس على معبد هيبس. واحنا متابعين حركه الشمس من بدري، من حوالي الساعه 6 الا تلت، وان شاء الله الموضوع تحت الدراسه. اهميه الظاهره وجودها، الجدوى من رصدها ومتابعتها، وايضا تصحيح المعلومات الفلكيه لدى عامه المجتمع. لكن زي ما حضراتكم الناس كلها فرحانة ومبسوطة ان الظاهرة دي بيتم الاحتفال بيها بشكل رسمي لأول مرة في تاريخ معبد هيبس. طبعا في انتظار اجابات حضراتكم على سؤال حلقتنا النهارده، لو لقيت مليون جنيه هتعمل بيهم ايه؟ دلوقتي ناخد مجموعة من الاجابات اللي جات لنا على سؤال الحلقة النهارده. في حد بيقول هردهم لصاحبهم بس ياخد منهم 200,000 جنيه سلف لمدة سنة وياخد الباقي سلف.
هو اعتقد ان كل الناس لما بتلاقي حاجه معينه يعني معظم الناس بتكون مستنيه مساله المكافاه دي. وده يمكن احيانا كمان بيحمس الناس انها تسلم الفلوس. طيب شروق بتقول هدور على صاحبها طبعا. احمد المنوفي بيقول هولع فيهم عشان اتاخروا. مش فلوسك. فاروق بيقول اول حاجه هطلع صدقه جاريه لابويا، وكمان هجيب شقه، ثالث حاجه هجيب كل اللي ناقص عندي واعمل عمره. برضو كله بيتكلم في نفس النقطه. قلنا يا جماعه دي مش فلوس. هو الموضوع اتفهم ان احنا يعني مش حلالك. مليون جنيه دي الفلوس دي مش حلالك، مش فلوسك، دي فلوس حد شقيان وتعبان بيهم، فما ينفعش ان انا اخدهم اصرفهم على نفسي واقول ان انا هطلع مش عارف ابويا عمره وادي امي تحج. ما ينفعش، لازم تكون من حر مالي وتكون فلوس حلال عشان اعمل بيهم كده. في حد بيقول هطيرهم في الشارع واللي عاوز ياخد وابسط الناس. طب وبالنسبه لصاحب الفلوس ما هيبقى قاعد زعلان. مسعود بيقول عليا الطلاق لو بتاع ابويا ما هيشوفها تاني. لو بتاعت ابوه ماشي، يعني هو حر، هو ابوه دي يعني. وانت وملك لابيك هو ملناش دعوه، هو حر هو ابوه. في حد بيقول هسدد بيهم ديوني. طيب احمد المنوفي بيقول ده انت قريت التعليق ده، هولع فيهم لو اتاخروا. طيب كمان صبحي النجار الجعان بيحلم بسوق العيش، هو شكله ايه؟ في مامة ليلي بتقول انا نفسي بس انا هدور على صاحبهم واخد حقي الشرعي القليل افضل من الحرام الكتير، لان ممكن تكون الفلوس دي صاحبها في اشد الاحتياج مني. كمان احمد بيقول احطهم وديعه في البنك. لا ده بيفكر يستثمر فيهم ازاي. موضوع صعب. احمد عبد القادر بيقول اقسم بالله هاخدهم واروح بيهم البيت اعدهم واتصور بيهم وابقى اشوف صاحبهم اللي نايم على نفسه ده ضاع منه الفلوس ازاي. يعني عادي، هو بيقول جانب هزاري، يعني هو بيهزر ويضحك، لكن في النهايه هو هيدور على صاحبهم وده المهم. طيب محمد علام بيقول هسدد بيهم ديوني والباقي نصبر بقى شويه الدنيا مطرتش. دي كانت مجموعه من التعليقات في انتظار مزيد من اجابات حضراتكم، لكن دلوقتي ميعاد موجز لاهم الاخبار مع منى. شكرا شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهره، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية. من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة والمساعيها المشكورة في دعم القضية الفلسطينية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بما يربطها بالشقيقة الجزائر وشعبها من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت الدعوة للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تضمن التباحث بشأن آفاق العلاقة الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية. تشهد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة المقرر انطلاقها اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشهد أكثر من 20 فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية، وذلك في إطار تعزيز المناقشات وخلق الشراكات البناء الهادفة لدفع التحول الأخضر في قارة أفريقيا وتحفيز العمل المناخي وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.
نفى البيت الأبيض وجود مؤشرات أن الأسلحة التي اشترتها روسيا من كوريا الشمالية قد شقت طريقها إلى ساحة المعركة في أوكرانيا. وقال المنسق الاستراتيجي للاتصالات بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إنه ليس لدى الولايات المتحدة ما يشير إلى أن عملية الشراء قد تمت بالفعل حتى الآن، مشيرا إلى أنه من الصعب تحديد الشكل الذي ستبدو عليه في الواقع. وأضاف كيربي أن شراء روسيا تلك الأسلحة مؤشر على مدى معاناة مؤسساتها الصناعية الدفاعية نتيجة الحرب الأوكرانية. يجري الجيش الأمريكي اليوم اختبارا لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات. وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن قيادة القوات الجوية للعملية العالمية ستجري هذا الإطلاق التجريبي للصاروخ مينيتمان 3 من محطة فاندنبرغ للقوات الفضائية في ولاية كاليفورنيا. وأضاف البنتاغون أن هذا الإطلاق يعد اختبارا روتينيا مخططا له من قبل ويتماشى مع الاختبارات السابقة، وهو يستهدف التحقق من فعالية واستعداد هذا النظام الصاروخي. اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال أول مكالمة هاتفية بينهما على ضرورة حماية السلام في أيرلندا الشمالية. وقالت تراس إن لندن ستعمل مع واشنطن لمعالجة المشكلة الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا. هذا واتفق الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء البريطانية الجديدة على تجديد التأكيد على العلاقة الخاصة بين البلدين، وأعرب عن استعدادهما لتعميق تلك العلاقات. ورياضيا، حقق مانشستر سيتي فوزا كبيرا على مضيفه إشبيلية برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بسخوان في إطار الجولة الأولى للمجموعة السابعة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا. واحتل مانشستر سيتي بهذا الفوز صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف أمام بروسيا دورتموند الذي تغلب على ضيفه كوبنهاجن بثلاثية نظيفة. وفي مباراة أخرى حقق ريال مدريد فوزا كبيرا على مضيفه سلتك الإسكتلندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في إطار الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. نهاية موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. رئيس الوزراء امبارح الدكتور مصطفى مدبولي في زيارته للفيوم اتكلم عن تشجيع وتطوير قطاع الصناعه، وقال انه ده بيتم باستخراج 20,000 رخصه صناعيه من خلال منظومه الرخصه الذهبيه. ده غير انه دلوقتي كمان بيتم اجراء بعض التعديلات على قانون الاستثمار ومد حوافز الاستثمار 5 سنوات اضافيه. وفي صناعات معينه ممكن توصل فيها الحوافز دي ل 70% من الضرائب. ودي حاجة مهمة جدا طبعا لإنعاش قطاع الصناعة في مصر. احنا النهاردة معنا في الاستوديو المهندس ياسر السقا المدير التنفيذي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة. صباح الخير على حضرتك يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بيك. أهم هذه الحوافز اللي بينتظرها أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والله في الحقيقة هو في قانون جديد طبعا معروف بالنسبة لناس كتيرة، بس برضو هنعرف بيه برضو في سنة 2020 قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وصدرت بيه اللائحة التنفيذية الفترة اللي فاتت، وبدأ تطبيقه فعلا، وبدأت جهاز تنمية المشروعات الصغيرة المتوسطة يطبقه على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظات. أهم الحوافز في المشروع الجديد هي تشجيع القطاع الغير رسمي للانضمام للقطاع الرسمي. كانت التعريف بتاع القطاع الغير رسمي عشان برضو السادة المشاهدين يعرفوه، إن هو أي نشاط ملوش رخصة أو ملوش سجل تجاري أو ملوش بطاقة ضريبية أو ملوش أوراق يعني ده موجود طبعا بنسبة كبيرة جدا، وده بيمثل في مصر حوالي 50% من المشروعات اللي موجودة على أرض الواقع بالنسبة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة بالذات. في بعض القطاعات مش موجود فيها القطاع ده زي القطاعات المالية والقطاعات الصحية،
دي كلها اغلبها قطاع رسمي، صعب جدا انها تخش تحت قطاع غير رسمي. لكن القطاعات الثانيه كلها منتشره في على مستوى الجمهوريه طبعا، تشجيع للناس دي انها تخش في المنظومه عشان تطلع صناعات نقدر ان احنا نراقبها ونقدر نشوف الجوده بتاعتها كويس تمام، ونقدر نصدرها لبره، لان ده برضو من الحاجات اللي هي الاهداف بتاعه الدوله الفتره الجايه، زياده التصدير وتقليل الصادرات الواردات من المنتجات المختلفه. طب ايه الحوافز اللي هتكون مقدمه لاصحاب المشاريع اللي شغالين بطريقه غير رسميه دي علشان يكونوا شغالين يدخلوا في الاقتصاد غير الرسمي؟ اهم حافز فيها هي توحيد الضرائب ومنع المشكله اللي هي كانت التقدير الجزافي للضرائب، ودي كانت اكتر مشكله بتخلي اصحاب المشروعات انها تهرب من القطاع الغير رسمي او القطاع الرسمي. طبعا عمل ضريبه موحده بحيث ان المصنع او المنشاه او الشركه القايمه في النشاط ده ان هي تقدم الاقرار بتاعها اخر السنه وتدفع ضريبه لو النشاط بتاعها اقل من 200 نبدا باقل شريحه اللي هي 250 الف جنيه حجم الاعمال بتاعها مبيعاتها يعني في السنه، يدفع حوالي 1000 جنيه في السنه، وتزيد بعد كده لغايه ما بتوصل لغايه 1% من حجم الاعمال لو النشاط بتاعه اقل من 20 مليون جنيه. ده طبعا ميزه كويسه. تاني حافز موجود هو اسقاط الضرائب اللي هي اخر 5 سنين على المشروع، وده هيشجعه ان هو يقدر يتقدم في لجهاز تنميه المشروعات. بعد كده برضو ادى لجهاز تنميه المشروعات ميزه ان هو يطلع حاجه اسمها الرخصه الذهبيه بالتعاون مع المحليات والاجهزه الدوله كلها، وده بدات فعلا ان انت بتسجل نفسك في الجهاز، بيشوف الجهاز هل عندك سجل، هل عندك بطاقه، كل الحاجات دي بيساعدك فيها عن طريق الشباك الواحد. بعد كده بيبدا يعمل لك الاجراءات بتاعه الرخصه. الرخصه بتبدا برخصه مؤقته بيصدرها يعني لو منطقه صناعيه بتبقى هيئه التنميه الصناعيه المفوضه بالموضوع ده، لو رخصه في مناطق سكنيه او مناطق المدن بيبقى اجهزه التنميه المحليه ودي وزاره التنميه المحليه. كان في وزاره التنميه المحليه الاول بتعمل الموضوع ده عن طريق حاجه اسمها مشروعي، دلوقتي بقى كل الموضوع تحت سلطه واشراف جهاز تنميه المشروعات الصغيره. جهاز تنميه المشروعات الصغيره طبعا اصدر قانون بانشائه وكان تابع لوزير الصناعه، دلوقتي حاليا تابع لرئيس مجلس الوزراء، ده اداله دافع كويس. وبعدين الجهاز نفسه مجلس الاداره بتاعه مكون من كذا وزاره اللي لها علاقه بالمشروعات الصغيره، وزاره الماليه، وزاره التنميه المحليه، وزاره الصناعه، هيئه العامه للاستثمار، زائد 5 اشخاص من ذوي الخبره. الجهاز طبعا اهم انجازاته في الفتره اللي فاتت في السنتين اللي فاتوا دولت هو اصدار القانون، وطبعا بيعمل تنسيق ما بين اجهزه الدوله وما بين الجهات المانحه لتوجيه الـ الـ القروض والمنح الخاصه بالمشروعات الصغيره للناس اللي مستحقينها. طيب. برضو له برضو مساهمه برضو في مشروع حياه كريمه برضو الفتره اللي فاتت، مساهمه كويسه جدا عن طريق اعداد دراسات الجدوى والمساعده في انجاح المبادره بتاعت حياه كريمه بتاعت السيد رئيس الجمهوريه. طيب باشمهندس ياسر، واضح اهتمام الدوله بالاستثمار واهتمام الدوله بالمستثمرين اللي موجودين، وده واضح من خلال زي ما حضرتك ذكرت القانون اللي صدر في 2020 ولائحته التنفيذيه بقت موجوده دلوقتي، وده اكبر دليل على انه كان في عندنا مشاكل قبل كده وكنا محتاجين مزيد من التيسيرات للمستثمرين. مظبوط. انعكاسات ده ايه على الاقتصاد؟ هي في الحقيقه طبعا بدايه الاهتمام بالمشروعات الصغيره المتوسطه من فتره طويله، لكن بدايه الاهتمام اكتر سنه 2016 بمبادره السيد رئيس الجمهوريه باعطاء قروض للمشروعات الصغيره المتوسطه بفايده 5%. طبعا المبادره دي كانت في حدود ال 200 مليار جنيه مصري بتدي للمشروعات متناهيه الصغر والصغيره والمتوسطه. كانت الاول بدات بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ودخلوا فيها مشروعات متناهيه الصغر. احنا بنتكلم على حجم 80% من الاقتصاد العالمي مبني على المشروعات الصغيره والمتوسطه. في مصر 96% من المنشات المصنفه في مصر تصنف كمشروعات صغيره ومتوسطه. اللي هي راس مالها كام؟ اللي هي نبدا من يعني السقف بتاع المشروعات المتناهيه الصغر هو 1 مليون جنيه حجم المبيعات. المشروعات الصغيره السقف بتاعها حجم المبيعات لغايه 50 مليون جنيه. من مليون في السنه؟
لا حجم المبيعات في السنه يعني المبيعات بتاعتها في السنه تتراوح من 500 جنيه او 1000 جنيه او 2000 جنيه لغايه مليون جنيه، ده بيصنف على انه متناسق. يعني مش على حسب تكلفه المشروع؟ لا لا، على حسب مبيعاته في السنه. حسب مبيعاته في السنه. ده طبعا في بعض التعريفات الثانيه بتتكلم عن العماله وحجم راس المال، لكن هي الاهم يعني الاكبر نقطه هي كانت ممكن ان هي تبقى بسيطه بالنسبه للمشاهد او للناس، هي حجم المبيعات. احنا في مصر 80% من المشروعات بتصنف على انها متناهية الصغر، اللي هي المشروعات تحت المليون جنيه، مبيعاتها تحت المليون جنيه. تمام، مش عشان حجم الفلوس، لا حجم الناس الاعداد اللي بتشتغل فيها. مشروعات متناهية الصغر ساعات بتبقى مشروع واحد، شخص واحد اللي بيديره، هو المدير وهو الصانع وهو المسوق وهو كل حاجه، لغايه حوالي 3 او 4 افراد بيتعاونوا مع بعض في المشروعات دي. المشروعات دي بتبقى منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، في البيوت ساعات، في المناطق السكنية، في المناطق الصناعية بعض المشروعات بتصنف كأنها متناهية الصغر، لو موجودة حتى في مناطق صناعية زي الورش الصغيرة والحاجات دي. طبعا المشروعات دي، طب هل بتدعموا المشروعات ما دون المليون جنيه طبعا في السنة؟ طبعا، لأن في النهاردة البنك المركزي كانت الأول بندعم بس المشروعات في المبادرة بتاعت 5% للمشروعات اللي هي فوق المليون جنيه وحجم رأس المال في السجل التجاري 50,000 فما فوق لغاية 5 مليون. النهاردة لا، في عمل شريحة 20% من المبادرة خاصة للمشروعات متناهية الصغر. يعني انا عندي ال 200 مليار، لو هم 200 مليار دلوقتي، لان هي المبادره مش ال 200 مليار، المبادره 10% من الودائع اللي موجوده للبنوك كلها بتتحط في البنك المركزي بدون فايده، فبيرجع تاني يقرضها للمشروعات بفايده 5%، تعتبر فايده اداريه، يعني مصاريف اداريه. ده مهم جدا بالنسبه للاقتصاد، وكمان طبعًا بالنسبه انه نشجع الشباب اكتر انها تدخل في المشروعات الصغيره والمتوسطه. هي المهمه جدا بالنسبه للمشروعات متناهيه الصغر، اغلب الناس اللي بتشتغل فيها سيدات، وسيدات يعني فاضلات بتبقى معيلات اغلبهم، او عندهم وظائف او جزء من الوظائف جزء من النهار، وبيبقى عندهم فتره انهم يقدروا يشتغلوا فيها، فدي نسبه اكبر نسبه بتستفيد منها السيدات في الحقيقه بالنسبه للمتناهي الصغر وللمبادره دي. بس بنوجههم لان هم يختاروا ما يناسبهم من المشروعات؟ طبعا بنساعدهم في ده. طبعا طبعا، هي طبعا بالنسبه للدراسات الجدوى والحاجات دي كلها بتبقى المشروعات المتناهية الصغر صعب ان هو يعمل دراسه الجدوى، او ما عندوش قدره ان يقدر يعملها. في اجهزه كتيره في الدوله بتساعد، في جهاز تنميه المشروعات الصغيره بيساعد في دراسات الجدوى، في وزاره التنميه المحليه المبادرات بتاعتها في الوحدات المحليه بتقدم دراسات الجدوى والحاجات دي مجانيه، الاتحاد عندنا بيقدم الحاجات دي كلها والاستشارات مجانيه بدون اي مقابل. في عندنا برضو البنوك الوطنيه في الحقيقه بتقدم دراسات الجدوى وبتقدم الدراسات الماليه مجانيه تماما، بتساعد كل حاجه، بس الشرط ان هو عشان ياخد قرض او عشان ياخد حاجه يكون عنده سجل تجاري وبطاقه ضريبيه، ولو النشاط فوق الصغير او في المناطق الصناعيه لازم يكون معاه رخصه. بالنسبه للمشروعات اللي هي مش محتاجه السجل التجاري والبطاقه الضريبيه، ممكن حاليا في قانون بتاع التمويل المتناهي الصغر، ده معمول مخصوص تابع للرقابه الماليه سنه 2018 اصدر، وحاليا شغال تحت منه في حوالي 1000 جمعيه بتدي تمويل متناهي الصغر 25,000 و20,000 للمشروعات اللي هي موجوده في البيوت، طبعا بدون بضمان الشخصي، وبيسال على المستثمر او على صاحب الورش او حاجه، بيديله تمويل بسيط بدون الاوراق دي، عباره عن بطاقته بس هو بيضمن بيها، بيقسط الفلوس بتاعته من سنه لثلاث سنين. صحيح. طب باشمهندس، مساله منظومه الشباك الواحد وغيرها، هل قضت على البيروقراطيه اللي كانت بتضايق ناس كتير؟ لو احنا بنتكلم على يعني مستثمرين صغار وشباب وبتلاقي مشروعهم وقف علشان ورقه ما خلصتش، او احنا بننتظر المزيد من التعديلات اللي بتحصل دلوقتي في قانون الاستثمار؟ هي في الحقيقه اولا قانون في قانون كان طالع للتراخيص وخاص بهيئه التنميه الصناعيه، ان المناطق الصناعيه كلها تبقى موجود الرخص تصدر من هيئه التنميه الصناعيه، كانت اول تصدر من المحليات وبعض اجهزه المدن الجديده والحاجات دي. ده جزء. الجزء الثاني اللي هو خاص بالرخص اللي داخل المدن الصناعيه دي لسه مازال لغايه دلوقتي موجود، خاص ب وزاره التنميه المحليه. وزاره التنميه المحليه بالتعاون مع جهاز تنميه المشروعات الصغيره الفترة اللي فاتت دي في تعاون كبير جدا، وأصدروا رخص كتيرة جدا للمستثمرين، ساعدتهم على أنهم ياخدوا القروض بتاعتهم ويشتغلوا
وينزلوا السوق يعني، او يبقى داخل المنظومه بتاعه الدوله وداخل القطاع الرسمي من الدوله. طيب احنا عندنا كمان صناعات بنرد لها جزء كبير من الضرايب. لا احنا في بعض الصناعات بتقدر ان انت بتديها حافز اللي هي التصدير، بترد لها الـ يعني بتديها دعم بالنسبه للصادرات. زي ايه مثلا؟ كل الصناعات، اغلب الصناعات ان انت لو بتصدر، بس هي كانت المشكله في استرداد يعني الدعم ده. بالتعاون مع وزاره الصناعه ووزاره الماليه الفتره اللي فاتت قدروا ان هم يسددوا جزء كبير جدا من الالتزامات بتاعه رد الاعباء التصديريه للمصدرين عن طريق خصم جزء من الاعباء دي الضرايب. لو انت عليك ضرايب يعني انت لو ليك 1,000,000 جنيه استرداد ضريبه مبيعات او استرداد حافز التصدير، انت ممكن مع الدولة بتقعد مع وزارة المالية في جزء بيدولك نقد التلت على ما اعتقد، والتلت التاني بيتخصم من الاعباء بتاعتك، والتلت التالي بيدولك على مدد قصيرة. دي كانت مشكلة كبيرة جدا الفترة اللي فاتت وتم حلها، وفي عدد كبير جدا اكتر من 60-70% من الناس اللي لهم التزامات على الدولة من المستثمرين والمصدرين قدروا ياخدوا الحاجات دي. الفلوس دي لما بترجع تاني للمصدر او بترجع للمستثمر بيبدا يدخلها في السوق وبيزود فرص عمل وبتدي دافع للسوق، وبتدي كمان مصداقيه للدوله في ان هي فعلا بتشجع المشروعات دي وبتشجع القطاع ده عشان يقدر ان هو يصدر. كونك انك تصدر بتقلل الاستيراد، بتخفف الضغط على الدولار، بتخفف الضغط على مفيش الصناعة. دوله في العالم ما بتستوردش، لكن الفرق بين بنستورد ايه، بنستورد كام صحيح. بكام وبنصدر بكام. في عجز في الميزان ده بالنسبه لبعض الصناعات كتيره جدا، وخصوصا الصناعات متناهيه الصغر. يعني احنا لما نكون حاجات الاكسسوارات الحاجات البسيطه جدا اللي بتتصنع عندنا بنيجي نستوردها من دول باسعار حاليا بانت في الفتره اللي فاتت دي، لان الشحن وقله سلاسل الامداد ومشاكل بتاعه الكورونا وبتاعه سلاسل الامداد الفتره اللي فاتت والتباطؤ في الاقتصاد العالمي والتضخم اللي موجود هناك بدات تزيد الاسعار بره، بدات تزيد تبان عندنا هنا الفجوه اللي موجوده وبدات الفاتوره تزيد. حتى كان في الفتره اللي فاتت كان البنك المركزي عمل قيود كبيره جدا على الاستيراد وعلى الحاجات دي كلها. حاليا من اهم المميزات اللي اداها السيد رئيس الجمهوريه في الفتره اللي فاتت ان هو سمح لمستلزمات الانتاج انها تخش بدون بيروقراطيه وبدون تعقيدات، وبدا يراجع بداوا يراجعوا بعض السلع اللي هي ممنوعه من الاستيراد او اتحمل لها فواتير عن طريق الفواتير المستنديه المستندات الجمركيه اللي كانوا بيداء عليها الجمارك، بدا يفرق شويه عن السلع. لكن احنا محتاجين اكتر ان احنا نركز على الصناعات وخصوصا الصناعات الصغيره متناهيه الصغر. ودي خطوه مهمه جدا يا باشمهندس. احنا كل فتره وزاره الصناعه بتعد قائمه فيها مجموعه من السلع بنستوردها عشان نوقف استيرادها ونبتدي نوطن صناعتها في مصر. اعتقد جزء كبير جدا من اللي هيساعدنا في ده هو الاهتمام بالمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. اكيد طبعا، هي طبعا في الاساس الدول كتيره جدا زي ما حضرتك قلت في الاول ان دول كتيره جدا اعتمدت على النهضه بتاعتها على المشروعات الصغيره والمتوسطه وخصوصا متناهيه الصغر. لان انت بتتكلم في متناهي الصغر ده منتشر، يعني دول كتيره بدات من متناهي الصغر وطلعت للصغير والمتوسط. دلوقتي يا باشمهندس ياسر زي ايه؟ يعني ايه الصناعات اللي الدوله بتوجه فيها الشباب لو احنا بنتكلم على مشروعات صغيره متوسطة انه اشتغلوا في هذا القطاع في هذا المجال؟ بص حضرتك، كل القطاعات وكل المجالات المتناهي الصغر بالذات مرحب بيها والدوله بتشجعها. لكن لو احنا طلعنا بقى للقطاعات اللي فوق اللي هي الصغير والمتوسط، بتشجع صناعات معينه احنا عندنا فيها ميزه تنافسيه، عندنا ماده خام، عندنا ايد عامله. زي ايه الصناعات الجاذبه في السوق المصري؟ اولا اكبر صناعه جاذبه حاليا ودي كانت ملحوظه كبيره بالنسبه من فوق بقى لتحت، احنا بنتكلم على الصناعات المتوسطه لغايه الصناعات المتناهيه، الصناعات المتوسطه الصناعات الكيماويه والصناعات المرتبطه بالاسمده والحاجات دي صناعات كثيفه العماله وكانت بتصدر كميات كبيره جدا. ده اكبر قطاع كان بيشتغل. بالنسبه للصناعات الصغيره بنتكلم على صناعات تجميع الاجهزه الكهربائيه
والأجهزة الإلكترونية. دي كانت أكبر صناعات ممكن إن احنا نستفيد منها، إن احنا نقدر نجمع الأجهزة اللي احنا كنا بنستوردها من بره ونوقف استيراد جميع الأجهزة المنزلية زي التكييفات زي التلفزيونات زي الأجهزة، الحاجات دي كلها بنستهلكها كتير جدا، بنستورد كميات كبيرة جدا منها من بره. في بعض الصناعات، في الصناعات المتوسطة زي صناعة السيارات والحاجات دي كلها، دي بدأنا ان احنا نهتم بيها ونركز على صناعات العربيات الكهربية والصناعات التكنولوجية الحديثة شوية. بالنسبة للمتناهي الصغر احنا نتكلم عن الصناعات اليدوية. الصناعات اليدوية احنا عندنا ميزة فيها كويسة جدا، عندنا سمعة كويسة جدا فيها، وعندنا صناعات تراثية ويدوية احنا ممكن نستفيد بالصناعات اللي موجودة عندنا ونكبرها ونزودها، نزود التصدير بتاعها، لان في بالنسبة للصناعات دي احنا قريبين جدا من اسواق استهلاك الناس فيها بالنسبة للصناعات اليدوية عالي، واسواق فيها زي دول الخليج والدول المجاورة لينا عندهم الدخل مرتفع وبيستهلكوا الحاجات دي كتير. احنا ممكن ان احنا ننمي الصناعات دي عندنا في مصر كده، وممكن ان احنا نصدر فيها كميات اكبر. عندنا برضو القوانين او الاتفاقيات اللي بيننا وبين الدول الافريقيه اللي حوالينا ممكن ان احنا نستغلها اكتر شويه. عندنا اتفاقيات ما بين امريكا، دول امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، اتفاقات كتيره جدا. الدول دي ما بتاخدش جمارك على وعندهم سرعه في دخول السلع دي بدون جمارك، لان السلع يعني مثلا في امريكا مثلا عندهم قانون ان اي سلع تحت ال $50 تخش في خلال يومين من بدون جمارك بدون تعقيدات، اللي هي ما تنتجها المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. فدي فرصه كويسه للاستهلاك المحلي وللتصدير كمان. طبعا ممكن الدوله ان هي تعمل تشجع بقى على الاتفاقات دي، ان هي ممكن تعمل زي في الصين مع امريكا، عم في اتفاقيه ما بينهم وبين بعض ان البريد الصيني مع البريد الامريكي ان هم يدخلوا السلع دي في خلال يومين. عظيم. طيب هل احنا عندنا قاعده بيانات للصغار للمستثمرين وازاي نقدر نستخدمها؟ في الحقيقه هي القاعده دي بدا جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه يشتغل عليها في الفتره دي، لان القاعده دي موجوده في كذا جهه. القاعده دي موجوده في الجهاز المركزي للتعبئه العامه والاحصاء، موجوده في الجهاز المركزي للمحاسبه، موجوده في كذا جهه. لكن كقاعده مركزيه جهاز تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه من اهم ادواره ان هو يعمل القاعده دي، لان القاعده دي كلها مهمه جدا بالنسبه لنا عشان نقدر نراقب ونقدر نطور. لازم يكون عندنا قاعده بيانات نقدر. احنا برضو شغالين على حاجه زي كده، لكن بجهود مش زي جهود الدوله طبعا، الدوله هيكون جهودها اقوى واسرع. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس ياسر السقا المدير التنفيذي لاتحاد المشروعات الصغيره والمتوسطه، شكرا جزيلا على وجودك معانا. شكرا. شكرا لك يا فندم. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. دلوقتي مشاهدينا جاء معادنا مع موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. دندن يا صلاح، مول يا صلاح. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. Hits one! Oh, what a goal! البولة عالمي يا زعيم. نبتدي على طول نشرتنا الرياضية والثمان لاعبين المحترفين اللي تم اختيارهم لمعسكر المنتخب الوطني واللي هينضموا للمعسكر يوم 19 و20 سبتمبر علشان يستعدوا للمباريات الودية اللي هتتلعب يوم 23 و27 قدام النيجر وليبيريا. والمسؤولين في النادي الأهلي وضعوا اللمسات النهائية والأخيرة استعداداً لمعسكر الفريق اللي هينطلق في هولندا خلال الفترة من 18 ولغاية 28 سبتمبر الجاري. وخلال أيام قليلة المسؤولين في الأهلي هيكونوا خلصوا كل الإجراءات اللي هي خاصة بسفر الفريق لإقامة المعسكر التدريبي.
من ناحية تانية، منتخب مصر لناشئي كرة اليد تم تتويجه بلقب بطولة أفريقيا اللي خلصت امبارح في رواندا، وده بفوز الفراعنة على أصحاب الأرض بنتيجة 51-29 في الدور النهائي. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نتابع معاكم نتائج مباريات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال أوروبا. نادي بروسيا دورتموند الألماني حقق انتصار قوي على فريق كوبنهاجن بطل الدنمارك بنتيجة 3-0، وده خلال المباراة اللي جمعتهم امبارح ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وكمان نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اكتسح فريق إشبيلية الإسباني بنتيجة 4-0، وده في المباراة اللي جمعتهم ضمن مواجهات الجولة الأولى للمجموعة السابعة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. وبكده اتصدر نادي مانشستر سيتي ترتيب المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا برصيد 3 نقاط، واستفاد من فرق النقاط مع بروسيا دورتموند اللي فاز بثلاثية على حساب كوبنهاجن الدنماركي. لسه مع بعض بنتابع باقي الأخبار، وتشيلسي الإنجليزي اللي خسر امبارح قدام فريق دينامو زاغرب الكرواتي بنتيجة 1-0 في بداية مشوار البلوز في النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا. وفريق ميلان الإيطالي اتعادل بنتيجة 1-1 قدام ريد بول سالزبورج النمساوي في المواجهة اللي اتلعبت بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي. كمان ريال مدريد الإسباني حقق فوز على فريق سلتك الإسكتلندي بنتيجة 3-0 في المباراة اللي اتلعبت بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري الأبطال. بالنتيجة دي اتواجد نادي ريال مدريد في صدارة ترتيب المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، وسلتك في المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة. أما بقى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي حقق فوز غالي على فريق اليوفي الإيطالي بنتيجة 2-1 في المواجهة القوية اللي اتلعبت على ملعب حديقة الأمراء ضمن مباريات الجولة الأولى من منافسة المجموعة الثامنة ببطولة دوري أبطال أوروبا. النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي أهداف الباريس ضد اليوفي بشكل رائع في الدقائق 25 من المباراة. ولوتشيانو سباليتي مدرب نابولي اتكلم بشكل إيجابي جدا في المؤتمر الصحفي الخاص بفريق نابولي وليفربول عن الدولي المصري محمد صلاح اللي سبق وتعاون في تدريبه لما كان في نادي روما الإيطالي. سباليتي قال: من دواعي سروري إن يشوف صلاح مرة تانية، كنت محظوظ بما فيه كفاية لتدريبه وحكون سعيد لرؤيته النهاردة. احنا كده خلصنا اخبارنا الرياضيه، هرجع دلوقتي لزملائي لاستكمال باقي فقراتنا في صباح الخير يا مصر. لسه طبعا مكملين كلامنا عن الرياضه. امبارح كانت افتتاحيه الموسم الجديد من دوري ابطال اوروبا، مجموعه كبيره من المباريات القويه والحماسيه اللي شهدت تالق الفرق الاوروبيه القويه. ريال مدريد صاحب البطوله في الموسم اللي فات فاز على سيلتيك الاسكتلندي 3-0، اما باريس سان جيرمان ففاز على نادي يوفنتوس. المان سيتي افتتح جولته في دوري الابطال بفوزه على اشبيليه الاسباني 4-0. قراءه عن افتتاحيه الموسم الجديد من دوري ابطال اوروبا. معانا في الاستوديو عطيه عبد الخالق الناقد الرياضي، مشرفنا ومنورنا. صباح الخير عليك. صباح الفل عليك وصباح الفل عليكم، مبسوط اني معاكم النهارده. خلينا قبل ما نتكلم عن المباريات نتكلم عن الافتتاحيه بشكل عام، هل شايفها الموسم ده مختلفه عن الموسم اللي فات؟ هو طبعا مباريات دوري ابطال اوروبا او المسابقه بتاعه دوري ابطال اوروبا هي واحده من المسابقات اللي الناس بتفتقدها، متابعين كره القدم دايما حتى بعد عوده الدوريات الاوروبيه في كل الدول القاره الناس دايما تبقى منتظره ماتشات دوري الابطال، لان هي بتشوف تنافس بين كل الانديه الكبيره بينها وبين بعضيها، بتبقى دايما ند بند، مش مجرد ان انت بتادي او بيبقى فارق كبير في المستويات، لا بنشوف ان حتى الفرق كلها حتى الفرق الصغيره نفسها بتادي لان هي ابطال في الدوريات بتاعتها. وده اللي حصل في اكتر مباراه، يمكن امبارح شفنا باريس سان جيرمان واليوفي وازاي اليوفي حتى قدر ان هو رغم البدايه السيئه قدر ان هو يرجع فيها تاني. هنتكلم برضه عن كل الماتشات، ولكن دايما مسابقه دوري ابطال اوروبا بتشهد الكثير من الاثاره، ودايما النديه والتنافسيه موجوده وحاضره، والاهداف كمان حاضره، والتغييرات التكتيكيه بتشوف فكر او صراع فني بين الاثنين مدربين، مش بس جوه الملعب كمان افكار، بتشوف تطبيق افكار جديده ومختلفه، وتلاقي اكتر من مدرب بيغير بنفس الطريقه اكتر من مره داخل الماتش الواحد، فبتبقى متعه كرويه ووجبه كرويه دسمه زي ما بيقولوا بالنسبه للمشاهد اللي بيتفرج على الدوريات الاوروبيه. طيب نبتدي بقى بالمجموعات، شايف اقوى المجموعات ايه، وشايف ازاي كمان بعد الافتتاحيه كل فرقه اللي بتتصدر المجموعه؟
والله انا عايز ابدا من ريال مدريد، وريال مدريد دايما قدم رغم شوط اول سيء جدا بالنسبه لفريق ريال مدريد واصابه لكريم بنزيما. دايما الفرق يا محمد اللي بيبقى عندها اصابه في المهاجم بتاعها بيبقى عندها ازمه في تسجيل الاهداف طبعا. وكريم بنزيما مش بس مهاجم، ما اقدرش اقول ان هو مهاجم عادي او مهاجم طبيعي، لا راجل سفاح اهداف وقدم موسم عظيم جدا الموسم اللي فات، ومرشح قوي او مش مرشح، هو اكتر واحد مرشح ان هو يبقى موجود في البالون دور السنه دي. فالراجل ان هو يصاب منك في اول نص ساعه تقدم شوط سيء جدا، فالحظ والظروف كلها بتعندك، ورغم ذلك بنخش الشوط الثاني ده اللي بنقول عليه بقى وبنسميه في علم كره القدم شخصيه البطل. ان ريال مدريد بيبدا الموسم بشكل تصاعدي، مش شرط ان انا اقدم لك احسن مستويات في الاول واقعد اكسب مش عارف ايه زي ما بيعمل مثلا فرق زي بايرن ميونخ، بيعمل زي مانشستر سيتي، زي باريس سان جيرمان، يقعدوا يكسبوا في الاول كتير ولكن تلاقيهم في الادوار الاقصائيه بعد كده بيخرجوا بسيناريوهات غريبه. لكن ريال مدريد بيقدم لك اداء تصاعدي ومعاه مدرب ذكي جدا هو كارلو انشيلوتي، وعنده خبره ومتمرس في المباريات اللي زي دي، وبالتالي بيقدر ان هو يصلح، يعرف الاخطاء اللي موجوده عنده ويبدا ان هو يصلحها. اصابه كريم بنزيما قدر انشيلوتي ان هو يحولها من ازمه ممكن تضر الفريق الى استفاده، فريال مدريد استفاد بشكل او باخر من اصابه كريم بنزيما لما نزل ايدن هازارد. وايدن هازارد كان بعيد جدا عن مستواه الفتره الاخيره، الراجل كان راجع من اصابه يتصاب تاني، الراجل وظفه في مركز جديد جدا هو مركز راس الحرب، قدر ان هو يستفيد من ايدن هازارد لان هو جربه ناحيه اليمين وجربه ناحيه الشمال ما قدرش يطلع افضل مستويات من النجم البلجيكي ايدن هازارد، فقدر ان هو يستغله في مركز راس الحرب، الراجل صنع هدف وسجل هدف، شخصيه البطل قدرت ريال مدريد ان هو يقدم لك مستوى هايل ويكسب 3-0 رغم ان انت الشوط الاول اللي اتفرج على الشوط الاول يقول لا مستحيل الفرقه دي تكسب، لكن تواجد نجم زي فينيسيوس جونيور، استعاده ايدن هازارد لمستواه، وجود لعيبه خبرات زي لوكا مودريتش، قدر ريال مدريد ان هو يحسم المباراه بسهوله رغم ان كان السيناريو بيقول ان المستحيل تخلص المباراه. يعني هل ده كان مخطط؟ طيب يعني فكره ان هو الشوط الاول كان اداء باهت شويه ريال مدريد، هل ده كان مخطط ان هو يفضل ماشي زي ما انت قلت كده اداءه هيبقى تصاعدي خلال المباريات لحد ما يفوز باللقب، وهل هو بالفعل هيحتفظ باللقب؟ هو ذكاء مدرب، يعني خلينا نتكلم على سيناريو الماتش، هو ذكاء مدرب ان هو يقدر ان هو يحول ازمه زي اصابه كريم بنزيما الى ميزه اقدر استفيد بيها وانزل مهاجم هو اصلا مش مهاجم زي ايدن هازارد، فدي ميزه. سيناريو الماتش ما كانش احسن حاجه بالنسبه لريال مدريد في الشوط الاولاني، وزي ما قلت لك هو اصلا كده كده متعود ان هو بيقدم لنا اداء تصاعدي اللي هو انا في النهايه الناس كلها بتقعد تقول لك ريال مدريد وحش، ريال مدريد اداؤه مش كويس، ولكن في النهايه بنشوف ريال مدريد ان هو متواجد في المباراه النهائيه واقرب نسخه ليه السنه اللي فاتت لما قدر ان هو يكسب البطوله على حساب ليفربول. يعني انديه كبيره بالظبط، لان هو تصاعدي مش بس اقدم لك اداء استعراضي في دور المجموعات وبعدين اجي في الادوار الاقصائيه اطلع من فرق حتى ممكن تبقى اقل مني في المستوى، ولكن قدرت ان تتغلب عليا في الناحيه التكتيكيه. طيب المجموعه الثامنه باريس سان جيرمان ويوفنتوس، وشفنا امبارح بيلعب على ارضه وكسب 2 اعتقد، ف اداء امبارح كان عامل ازاي وشايف المجموعه دي اصلا ازاي؟ هي دي كانت اكتر مباراه فيها نديه او فيها تكافؤ في المستوى ما بين الفريقين، احنا بنتكلم على اليوفي اللي بيقدم مستويات هايله جدا، ومن الحاجات المميزه في دوري ابطال اوروبا ان الفرق او الانديه حتى رغم ان هي لو مش بتقدم اداء افضل حاجه او نتائج افضل حاجه في الدورات بتاعتها، لكن بتقدر على صعيد دوري الابطال ان هي تقدم احسن مستوى. اليوفي بشخصيه اليوفي قدر ان هو رغم شوط ان النهارده بتتغلب من باريس سان جيرمان في اول 20 دقيقه 2-0، ويمكن لقطه الهدفين انا عايز اقول لك الجوده بتاعت لعيبه باريس سان جيرمان، الكره الجون الاولاني نيمار اعتقد الصوره معانا بيباصي او بيرفع الكره تشيب برجله، مش يعني لو قلت لك مين اللعيبه اللي تقدر تعمل كده حوالين العالم كله هنعدهم على صوابع ايدينا، مش اي حد يقدر يعمل كده في وسط 5 أو 6 لعيبه من اليوفي بيقدر ان هو يعمل التمريره لكيليان امبابي، وكيليان امبابي عارف انت كنا بنلعب زمان الكره ما تنزلش على الارض نلعب لبعض الكره ما تنزلش، راجل من لمسه واحده في الجون الاول وفي الجون الثاني نفس الكادر بالظبط، هتلاقي 5 أو 6 لعيبه من اليوفي واقفين، ورغم ذلك بيقدر كيليان امبابي ان هو ينهي الهجمه بافضل شكل ممكن وافضل طريقه ممكنه، فدي جوده لعيبه، دي الباريس سان جيرمان هو جوده لعيبه، وده المشروع اللي اصلا كيليان امبابي قاعد علشانه. ده هو بيفكر كمان لو تاخد بالك خلال الفتره اللي فاتت انه عايز يبقى النجم الاوحد في الفريق، صحيح يعني عايز يتخطى ميسي ويتخطى نيمار، وحتى احنا شفنا في مباراه الامس كان في كور ممكن يصنع منها هدف لكنه رفض ان هو يعمل كده. صحيح، وهو لما بص على الاحصائيات هو اكتر لاعب سدد، هو سدد 6 تسديدات، ميسي مثلا سدد 2 فدي انانيه، نيمار سدد 4 فهو اكتر حد في الثلاثي الهجومي بيشوط او عنده محاولات على المرمى بتاع المنافس، فاقول لك هو ده المشروع اللي هو اصلا باريس بيعتمد عليه بشكل كبير انه حاطط كيليان امبابي في وده اللي بقول لك عليها، هتلاقي بص عد اليوفي كده 1 2 3 4 5 كيليان امبابي بيشوط من لمسه واحده في الجون،
هو مش مهاجم تقليدي اللي هو مش هياخد الكوره. يمكن دي لو مهاجم عادي كان استلم الكوره وحب يوقفها ويلعبها، لا الراجل من لمسه واحده حطها. ده الجون الثاني نفس الامر حصل في ده اسيست اشرف حكيمي نفس الامر. بص الجون يعني انا مين اللي يقول ان الهجمه دي ممكن تنتهي بهدف؟ ده انا شايف مفيش ولا لاعب من صحيح من باريس جوه ال 18 في المقابل في خمسه اليوفي على ال 18 وفي ثلاثه كمان على الدايره وليمار بيرفع الكره تشيب برجله اسيست ولا اروع. ودي جوده اللعيبه وده المشروع زي ما بقول لك اللي كيليان مبابي وفريق باريس سان جيرمان مخططه ان هي تكمله الفوز بدوري الابطال مش الفوز بالدوري الفرنسي لان هم بيكسبوه بسهوله جدا. ولكن انا مقعد كيليان مبابي ودافع فيه 300 مليون ومعاه نيمار ومعاه في بقيه الفرق دي، ده المشروع الاهم بالنسبه لباريس سان جيرمان. شايف انه في يعني طريقه مالخل تجانس ما بين مبابي ونيمار و ميسي، لانه يمكن قبل كده كنا شفنا كور نيمار مش بيباصي لمبابي وكان جاي وزعلان صحيح كلام كتير عن اوضه اللبس او الخلافات الموجوده في اوضه اللبس، ولكن اللي بنشوفه في ارضيه الملعب هو بيختلف شويه عن ده. يمكن زي ما كان محمد بيتكلم على فكره الانانيه شويه اللي فيها كيليان مبابي لانه عنده دافع فردي ان هو يبقى احسن واحد موجود في الثلاثه. ما انت بتلعب جنب ميسي ونيمار يعني ميسي ونيمار دول من 30 3 مثلا، لا دول دي اسماء كده طب في كره القدم، فانت كون انت تبقى موجود وانت سنك صغير تقدر تنافسه وتقدر ان انت تتفوق عليهم في الارقام والاحصائيات وفي الفينش ده، فده طبعا شيء عظيم. ده جوده باريس سان جيرمان. الناحيه الثانيه عايز اتكلم عن اليوفي واليجري قدر ان هو في الشوط الثاني يستغل الخبرات اللي موجوده عنده كراجل مدرب. برضه بقول لك هي بطوله ظهور المدربين وفكره ان انت الافكار التكتيكيه اللي بيستخدموها في الماتش فيقدر ده. يمكن شفناه كمان امبارح في خروج ميسي من المباراه تبدل عادي في الموضوع يعني ما هو خلاص مفيش مساله النجم ما بقاش بقى النجم يعني حاجة. انا تقريبا ميسي في برشلونه ما كانش يطلع من الملعب لكن باريس يقدر ان هو عنده اكتر من عنصر يقدر ان هو يبدل يقدر ان هو ينزل خلاص في نص الملعب عشان أأمن اعمل تامين دفاعي اكتر لان اليوفي زي ما بقول لك قدر ان هو بشخصيه اليوفي يرجع في الشوط الثاني ويسجل هدف وكان قريب برده ممكن من التعادل. ولكن باريس سان جيرمان قدر بجوده اللعيبه المهارات اللي موجوده انه يحسم المباراه دي وكانت اكتر مباراه فيها تكافؤيه نوعا ما يعني. طيب نطمن على مستوى اشرف حكيمي النجم المغربي في باريس سان جيرمان، انت شايفه عامل ازاي؟ هو اشرف حكيمي طبعا لعيبه مميزه جدا والاسيست اللي عمله في الجون الثاني والتحرك والتنسيق مع كيليان مبابي والتفاهم اللي موجود هيعملوا جبهه قويه جدا. هيقدر ان هو يعمل اكتر من اسيست السنه دي باذن الله اشرف حكيمي من اللعيبه العرب اللي موهوبين واللي قدموا مسيره كويسه بالنسبه للعيبه العرب في الدوريات الاوروبيه. عندنا اكتر من حد طبعا في مقدمتهم محمد صلاح اللي باذن الله النهارده عنده مباراه قويه جدا قدام نابولي، ولكن اشرف من اللعيبه الكويسه وهيقدم موسم كويس مع باريس وهم طموحهم ان هم يكسبوا دوري الابطال فده التحدي اللي موجود قدامهم السنه دي. طيب المان سيتي وامبارح المباراه كانت قويه قدام اشبيليه 4-0 وشفنا يمكن النجم هالاند بينط فوق المدافعين يعني. طيب هو مان سيتي من الماتشات اللي تقعد تتفرج عليها وتقفل او توطي الصوت وتستنى بعد كده تشوف كسبه كام. يعني جوارديولا بيقدم فكر تحكم وسيطره ومهارات واهداف واداء وتغييرات في كل حته في الملعب. يعني امبارح بيلعب بفودن بيوديه ناحيه اليمين وفودن ده راجل اصلا بيلعب شمال فبيوديه ناحيه اليمين، بيقعد نجم كبير زي رياض محرز على الدكه وبيلعب بجاك جريليش ناحيه الشمال ويقدر ان هو تحت هالاند موجود دي بروينا وموجود برناردو سيلفا فعنده العناصر اللي تخليه يقدر يعمل ده في كل مباراه، يقدر ان هو يغير واحد اثنين وثلاثه ويلعب وما تحسش ان في اي تاثير. راجل النهارده عنده قلب دفاع لابورت الفرنسي مصاب وبيلعب ما بتحسش ان في اي خطوره، عنده الباك اليمين ووكر الدولي الانجليزي مصاب ما بتحسش ان في اي مشكله وبيلعب عادي جدا بكانسيلو يمين ويجيب سيرجيو جوميز الباك الجديد الشمال يحطه شمال فبيقدر يتصرف. السيتي اداء تكتيكي ولا اروع وخاصة ان هو اصبح عنده هالاند فتخلى جوارديولا. يمكن جوارديولا من المعروف عنه ان هو ما بيحبش مدرسة المهاجم الكلاسيكي رقم 9، هو بيحب فكرة المهاجم الوهمي وتبادل الادوار. النهارده بيغير قناعته وليه السبب؟ عشان عايز يكسب نفس الفكرة اللي عند باريس سان جيرمان، هو عايز يكسب دوري الابطال. هو النهارده لو انا ما كسبتش دوري الابطال بكل بكمية الانفاق اللي انا بصرفه في مانشستر سيتي فانا كده بهرج يعني. ده السؤال اللي كنت عايز اساله لك. مانشستر سيتي دلوقتي فريق عملاق، الناس كلها بتخاف منه، كل الفرق اللي تنزل بتنزل عامله حسابها ان هي هتقابل فريق تقيل. ايه اللي ينقصه لانه ياخد هذا اللقب لانه ما خدوش ولا مره في تاريخه؟ اللي ينقصه ان هو يقدر ان هو في الماتشات الاقصائيه يقدر ان هو يتعامل معاه بشكل كويس، لانه في المباريات الاقصائيه احيانا بيب جوارديولا بيتفلسف زياده عن اللازم وبيؤدي الى التغييرات الكتير اللي بيعملها ان هو يخسر المباراه قدام مدربين ممكن يبقوا اقل منه اصلا تكتيكيا. ولكن فكره الفلسفه الزياده من بيب جوارديولا ممكن ان هي تخلي الامور اصعب او الفكره بتاعه جوارديولا مش قادر يطبق الفكر بتاعه. النهارده هالاند ارقام قياسيه كبيره جدا، احنا طبعا شايفين الصوره اللي بتعرض دي من اللقطات اللي في الرابع لاعب
كده بيحتفل ده هو كده بيحتفل في رابع لاعب في تاريخ مسابقه دوري ابطال اوروبا يسجل في مباراته الاولى مع ثلاث فرق مختلفه سالزبورج وبروسيا دورتموند ومانشستر سيتي وبروسيا دورتموند ومانشستر سيتي ده هو كده بقول لك بيحتفل يعني هو كده المفروض ان انا ايه امال بيلعب ازاي فكان في فيلم محمد سعد لما كان بيقول اخوك بياكل صحابه هو ده اخوك بياكل صحابه ده مش طبيعي وبعدين النهارده لعب 7 ماتشات بس في الموسم 6 في البريمير ليج وماتش في ده مسجل 12 جون مين اللي يقدر يوقف القطار التهديفي ده مين اللي يقدر ان هو يقف قدام الراجل فزي ما بقول لك هو تخلى عن قناعاته التكتيكيه جوارديولا علشان يبقى عندي اله تهديفيه كل ماتش ما عطلش لازم يسجل لي جون او اتنين فاقول له الماتش اللي هو ما بيسجلش فيه يبقى جايب جون فنقول له خلاص الراجل ده كده ما طلع النهارده كده ما جابش جون على غرار ما يحدث مع كريم بنزيما وليفاندوفسكي هو عايز حاجه زي شايف هالاند مكانه فين ما بين الثلاثه يعني لا يعني اقدر اشوف كريم بنزيما رقم واحد لانه كريم بنزيما بيساعد الفرقه اكتر حتى لو ما سجلش ليفاندوفسكي لازم نبص على التجربه بتاعته مع برشلونه نحكم عليها بشكل اكبر لانه لسه اول موسم معاه ولكن ممكن هالاند يبقى رقم 2 وليفا يبقى رقم 3 فلكن الثلاثه مهاجمين تقال جدا ومؤثرين مع فرقهم السنه دي طيب نروح لتشيلسي تشيلسي متراجع في الدوري الانجليزي ومتراجع في دوري الابطال وعنده مشاكل كتيره جدا على الصعيد الدفاعي والصعيد الهجومي وعنده طبعا اصابه نجم كبير في نص الملعب زي نجولو كانتي بتاثر عنده تراجع في مستوى حراسه المرمى السنغالي مندي مش هو مندي بتاع السنين اللي قبل كده حتى رغم الصفقات اللي تم الاعلان عنها واخيرا كان ويسلي فوفانا من ليستر سيتي صفقه قياسيه تخطت 80 مليون ان هو في مدافع زي ويسلي فوفانا مدافع صغير في السن رغم كده لسه تشيلسي مش قادر يلاقي التوليفه الدفاعيه المناسبه تراجع حتى رغم ان انت ممكن تكسب يعني في الدوري الانجليزي اخر ماتش كسب ويست هام 2-1 ولكن في تراجع على الصعيد الدفاعي وعلى الصعيد الهجومي حتى رغم ان هم جابوا في مشكله الهجوم جابوا اوباميانج اللي كان بيلعب في ارسنال وراح برشلونه فتره صغيره ورجع تاني على الدوري الانجليزي ما قدرش ان هو يحل المشاكل دي ولسه تشيلسي بيعتمد على المدافعين والاظهره في تسجيل اهداف زي ما عمل شيلول في الماتش اللي فات الظهير الايسر وزي ما بيعمل ريس جيمس الظهير الايمن في ان هو اوقات كتير هم اللي بيسجلوا الاهداف مش المهاجمين. طيب مباراه سالزبورج وميلان وانتهت بالتعادل. هو طبعا ميلان كان باين عليه الارهاق لانه بعد ايام من ديربي ميلان والفوز على انتر كان باين الارهاق الكبير اللي موجود على اللعيبه وعند ميلان مشكله كمان انه ما عندوش العمق اللي موجود في التشكيله او السكواد اللي يخليه يبدل اكتر من حد فهو بدا بنفس السكواد اللي خاض بيه ماتش الانتر بتغيير واحد بس في مركز الجناح اليمين ولكن يحسب لميلان رغم ان تاخر بهدف ولكن قدر ان هو يرجع بشكل سريع الهدف في الدقيقه 30 ولكن قدر ان هو يتعادل سريعا في الدقيقه 40 فميلان قدم مستوى خلي بالك ميلان اول سنه يلعب دوري ابطال بعد سنين كتير جدا من التوقف فان هو يظهر بالشكل ده وعنده الماتش الجاي في سانسيرو ماتش قدام دينامو زغرب في سانسيرو فيقدر ان هو يعمل نتيجه كويسه ويقدر ان هو يعود للمنافسه بشكل قوي جدا لان ميلان شعبيه كبيره جدا في دوري الابطال وفي المواطن العربي كمان. طيب اخر مباراه قبل ما نروح لمباراه نابولي وليفربول النهارده تشيلسي امبارح لعب مباراه مع دينامو زغرب الكرواتي قراءتك لهذه المباراه كانت عامله ازاي؟ ما انا كنت بقول لك احنا عندنا تشيلسي عنده مشاكل كتير جدا على مستوى الصعيد الدفاعي وعلى مستوى الهجومي وفكره ان انت مش قادر ان انت تحط التوليفه الدفاعيه اللي تعمل كلين شيت لانه انت عندك دايما بتستقبل اهداف وفي نفس الوقت مش قادر ما عندكش المهاجم اللي يخلص رغم ان انت جبت اوباميانج ورحيم ستيرلينج من مانشستر سيتي ما عندكش لسه الحد اللي بيخلص اهداف وبتعتمد على الاظهره في تسجيل اهداف وعلى لعيبه منتصف الملعب فلازم تشيلسي يلاقي حل القصه دي قبل ما يرجع تاني في الدوري الانجليزي وقبل ما يلاقي نفسه في وضع صعب لان ميلان منافس كويس سالزبورج منافس كويس فهينافسوه جدا وهيرخموا عليه في التاهل لدوري الابطال. طيب النهارده يمكن انت عارف المصريين كلهم شجعوا ليفربول امام نابولي ويمكن بقى لنا كذا مره في دوري المجموعات بيتقابل ليفربول قدام نابولي هو ماتش طبعا صعب جدا ولكن كلنا امال على محمد صلاح لان ليفربول نفسه زي ما كنا بنتكلم عن ان هو في تراجع في الدوري الانجليزي بشكل كبير ولكن عليه ان هو يظهر بشخصيه البطل النهارده ان هو وصيف السنه اللي فاتت هو بطل قبل كده فلازم يبان بشخصيه البطل محمد صلاح كان فيه انتقادات كتيره موجهه ليه السنه دي لان هو مش نفس الارقام التهديفيه اللي موجوده رغم ان هو ممكن يبقى على مستوى صناعه اللعب وصناعه الفرص افضل بكتير من قبل كده ولكن محمد صلاح السنه دي عنده مشكله في تسجيل الاهداف
مش بسبب محمد صلاح، ولكن بسبب تغيير المركز، تغيير الطريقه اللي بدا يلعب بيها يورجن كلوب، وان هو يجيب حد مهاجم فيرود رقم 9 زي داروين نونيز بيلعب فيرود في المنطقه، فلازم كل اللعب يبقى عليه. فتحول صلاح، وطبعا رحيل ساديو ماني عمل فراغ كبير، فطبعا تحول صلاح من فكره ان هو الهجمه بتخلص عنده الى فكره ان انا اللي ببني الهجمه وانا اللي بقود المنظومه الهجوميه بتاعه ليفربول، فبقى دوره في صناعه اللعب وارقامه كمان في صناعه الفرص اكتر بكتير من تواجده في مناطق الخطوره او المناطق اللي يقدر يسجل منها اهداف. ولكن النهارده اختبار ماتش صعب جدا عليه، ان هم ينسوا عليهم ان هم يلاقوا حل لازمه محمد صلاح، لان لو حل جاب لعيب خط وسط هيلعب صلاح ارثر من يوفي، جاب ارثر من اليوفي في اخر وقت من الانتقالات الصيفيه، وده ممكن يحل. وكمان عوده تياجو الكانتارا من الاصابه، اعتقد نص ملعب ليفربول النهارده هيقدم ماتش كويس وهتبدا تظبط بقى. لو حليت مشكله صلاح وحليت مشكله نص الملعب، هتبدا تحس ان ليفربول شكله اتغير شويه، رغم ان تراجع في مستوى المدافع الهولندي الكبير فان دايك، والظاهرين بنتكلم على ارنولد وروبرتسون، لكن كل المشاكل الدفاعيه ممكن تختفي لو انت حليت المشكله الهجوميه ولو حليت نص الملعب، لان لو نص الملعب ان هو يسيطر ويقطع الكرات بتاعه الخصم، مش هتحس ان انا عندي هجمات كتير او بيحصل عليها هجمات، ولكن احس ان انا لا متمكن من الملعب وماسك الملعب وانا اللي بصنع فرص، وانا اللي حتى لو دخل فيا جون بقدر ان انا اسجل هدف واثنين وارجع في المباراه. فهو ده التحدي النهارده قدام ليفربول في ماتش صعب زي نابولي. طيب عظيم، فاضل انتر ميلان هيلعب بايرن ميونخ النهارده، هو طبعا ماتش صعب، والانتر من لسه خسران برضه، لسه خسران الديربي، ديربي ميلان، فدايما لما بتخسر الديربي بتبقى معنوياتك في الارض، داخل فيهم 6 اهداف في اخر ماتشين قدام ميلان وقدام نابولي في الدوري الايطالي، فالمنظومه الدفاعيه برضه فيها مشاكل وفيها كلام كتير. لما بنتكلم على ماتش زي لما بتلعب بايرن ميونخ، لا ماتش صعب جدا، عندهم ثلاثي هجومي قوي جدا زي ليروي ساني وساديو ماني ومولر، واسماء كتير جدا في بايرن ميونخ تقدر ان هي تسجل اهداف او تعمل ازمه اي فرق بتلعبها، فماتش صعب جدا على الانتر. كمان اللي يزيد صعوبته اصابه المهاجم لوكاكو، فانت عندك مشكله زي ما دفاعيه وهجوميه، فطبعا ماتش قريب جدا بالنسبه لبايرن ميونخ اكتر بكتير من ان يكونوا لانتر ميلان، اللي هو زي ما بنقول هو جاي من هزيمه صعبه في الديربي ميلان. كل الشكر ليك، شرفتنا ونورتنا الاستاذ عطيه عبد الخالق الناقد الرياضي. شكرا جزيلا ليك. شكرا جزيلا. دلوقتي مشاهدينا نروح مع حضراتكم لموجز التاسعة مع منى، اتفضلي يا منى. شكرا هدير. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وخلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، حيث شدد الرئيس السيسي على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية. من جانبه أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحاسسة ومساعيها المشكورة في دعم القضية الفلسطينية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بما يربطها بالشقيقة الجزائر وشعبها من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة، الذي سلمه رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تضمنت الدعوة للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر القادم. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تضمن التباحث بشأن آفاق العلاقة الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية. تشهد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة المقرر انطلاقها اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، تشهد أكثر من 20 فعالية ما بين جلسات نقاشية وموائد مستديرة وورش عمل، وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية في إطار تعزيز المناقشات وخلق الشراكات البناءة الهادفة لدفع التحول الأخضر في قارة أفريقيا وتحفيز العمل المناخي وحشد جهود المجتمع الدولي نحو تمويل المناخ في القارة.
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب بتدمير أساسيات الاقتصاد العالمي ومحاولة فرض سياساته وخياراته لعزل روسيا وإضرار العالم، متعهدا بعودة اقتصاد بلاده ومستوى التضخم إلى طبيعته خلال عام. جاء ذلك خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي، حيث أوضح بوتين أن كل صادرات الحبوب التي خرجت من أوكرانيا ذهبت إلى أوروبا بدلا من الدول الفقيرة. طلبت روسيا توضيحات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تقريرها حول الوضع في محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، وأرجع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف طلب بلاده إلى الحاجة للحصول على توضيحات إضافية، مشيرا إلى أن التقرير يضم عددا من علامات الاستفهام على حد تعبيره. كان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة قد اعتبر أن المنظمة أحجمت عن اتهام أوكرانيا التي تعتبرها موسكو مسؤولة عن قصف محطة زابوريجيا النووية. يجري الجيش الأمريكي اليوم اختبارا لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات، وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن قيادة القوات الجوية للعمليات العالمية ستجري هذا الإطلاق التجريبي للصاروخ مينيتمان 3 من محطات فاندنبرغ للقوات الفضائية في ولاية كاليفورنيا. وأضاف البنتاغون أن هذا الإطلاق يعد اختبارا روتينيا مخططا له من قبل ويتماشى مع الاختبارات السابقة، وهو يستهدف التحقق من فعالية واستعداد هذا النظام الصاروخي. Effectiveness and readiness of the system. اتفقت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس والرئيس الأمريكي جو بايدن خلال أول مكالمة هاتفية بينهما على ضرورة حماية السلام في أيرلندا الشمالية. وقالت تراس إن لندن ستعمل مع واشنطن لمعالجة المشكلات الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا. هذا واتفق الرئيس الأمريكي ورئيسة الوزراء البريطانية الجديدة على تجديد التأكيد على العلاقة الخاصة بين البلدين، وأعرب عن استعدادهما لتعميق تلك العلاقات. نهاية موجز التاسعة، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان. طبعا بلا شك يعني بنعيش عصر من الثورات التكنولوجيه المستمره، كل يوم تقريبا بنشوف ابتكار جديد او تطور تكنولوجي جديد، ويمكن التطورات الجديده اللي بدانا كمان نسمع عنها خلال الفتره اللي فاتت من هذه التطورات تطور اسمه انترنت الاشياء او كما يعرف الاي او تي. النهارده هنشرح لحضراتكم ببساطه ايه هو انترنت الاشياء، الوظائف اللي ممكن يقوم بيها، هل انترنت الاشياء ده بيكون مفيد في صناعات تكنولوجيه مثلا. هنعرف ده اكتر من ضيفنا اللي بينورنا دلوقتي على الهاتف، دكتور احمد سلمان استاذ مساعد الشبكات والاتصالات وامن المعلومات بجامعه جيمس ماديسون بفرجينيا. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وببساطه كده نقول للناس يعني ايه انترنت الاشياء، وهل الاشياء دي اجهزه ما ولا الانسان كمان ممكن يكون شيء؟ صباح النور استاذه هدير، اهلا وسهلا. هي انترنت الاشياء ببساطه ان اي شيء ممكن يكون متوصل بالانترنت، او لو عشان نكون دقيقين ان هو ممكن يكون بيتصل بشبكه، وعن طريق الشبكه ان انا ممكن اتكلم مع الجهاز ده كحاجة مستقلة بذاتها، مش حاجة جزء من حاجة يعني. الانترنت الأشياء ده بدأ من الثمانينات لما كان في شركة مثلا مياه غازية حاولت إن هي تعمل المكنة اللي هي اللي بتنزل المياه الغازية، وفي نفس الوقت المكنة تقدر تقول للمصنع مباشرة هي عندها قد إيه كمية مخزون موجودة، وفي نفس الوقت مدى سقوعية مدى الصيانة بتاعت التلاجة نفسها. وبدأ يتطور لحد ما وصلت دلوقتي إن هي بقت صناعة تقدر بأكثر من تريليون دولار حول العالم. إيه هي الأجهزة اللي ممكن نعتبرها جزء من الاي او تي او من الانترنت الاشياء؟
هي كتير جدا، وبعدين بتعتمد على التطبيقات اللي بتستخدم فيها. يعني مثلا بالنسبه للحياه العاديه، الاجهزه المنزليه دلوقتي في ثلاجات بتقدر ان هي تكون متصله بالانترنت وتبلغ يعني صاحب الثلاجه ايه عنده نقص في المخزون في ايه بالظبط. في مثلا مكنه قهوه اللي هي ممكن حد يقدر ان هو عايز وهو رايح الشغل يتكلم يعني عن طريق تطبيق في التليفون، يتصل بمكنه القهوه يقول ان هي تجهز القهوه تبقى سخنه الساعه كذا، ان هي تبدا تعمل الموضوع ده. اشياء كتير في البيت، الترموستات عشان يقدر ان هو لما يكون راجع البيت يظبط سقوعيه البيت على مثلا التكييف على درجه معينه، وهو مش موجود ما يبقاش التكييف شغال بحيث ان هو يوفر في الكهرباء. في صناعات بقى، لو هنتكلم على الصناعات يا ريت برضو، لان الامثله اللي حضرتك ذكرتها برضو يمكن اسئله فيها رفاهيه شويه، فعايزين نتكلم عن دخول انترنت الاشياء في الصناعه لان ده مهم. وايه اغرب الحاجات اللي دخل عليها انترنت الاشياء؟ تمام. الصناعات مثلا عندنا اللي هي المكن بتاع المصنع يقدر ان هو يحدد مواعيد الصيانه بتاعته بنفسه، يبلغ لو في مشكله في الصناعه، يقول ايه الدرجه المضبوطه للسرعه مثلا بتاع السير، لو بنتكلم على مكنه مصنع السير اللي هو اللي بيتحمل الاشياء عشان تتركب مع بعضها، تعمل عربيه تعمل حاجه، ان هي تبلغ ان في مثلا مشكله في الجزء المعين في السير، او ممكن ان احنا نزود كفاءه السير لو عملنا في الحته دي عشان ما يحصلش عطل يوميا، عشان ما يحصلش عطل، عشان في نفس الوقت ان احنا يبقى عندنا ارتفاع يعني رفع في الكفاءه، ايه الجزء اللي انا ممكن اظبطه اكتر بحيث ان انا انتج بدل ما بنتج مثلا 500 قطعه في اليوم ازودهم ل 600. فانا كل البيانات اللي بتتجمع لي عن طريق الحساسات والسنسورز اللي موجوده على في المصنع في المكن في اشياء كتير، بتقدر ان هي ممكن مثلا عن طريق الذكاء الصناعي، ممكن عن طريق برامج معينه تطلع لي بمعادلات ايه اكتر طريقه اقدر ارفع بيها الكفاءه، ايه الوقت احسن وقت اقدر اعمل فيه صيانه، ايه بحيث ان انا اقلل وقت المكن ما يبقاش شغال فيه، وامنع ان انا اضطر ان انا الجا لقطع غيار كبير. في مثلا بجمع بيانات في الغابات بحيث ان انا اقدر اعرف ايه الوقت اللي بيجي فيه الامطار، ايه الوقت ايه كميه الحيوانات النادره اللي بتيجي مثلا في الهجره في مكان معين، ايه النباتات اللي موجوده بكميات قليله وايه النباتات اللي بتجيلي بكميات كبيره. عظيم. فبقدر ان انا اجمع بيانات في 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 حاجات كتير. طيب كمان اعتقد انه ليها فوائد في استخدامات الخدمات اللوجستيه وتتبع الشحنات. طبعا طبعا، ده ليها يعني حاجات كتيرة جدا، لأن معظم الأجهزة دلوقتي بتاعت الأي أو تي بتبقى متصلة بالجي بي إس، فبتقدر إن هي تقول تبلغ عن الأماكن، وبتقدر إن هي تخلي يعني مثلا المركبات والحاويات إن هي تقدر تقول المركب مثلا الشاحنة المعينة عليها كام حاوية من قبل ما توصل مثلا الميناء، فبتقدر إن هي الجهاز الاستقبالي يبقى عارف مثلا هيوديها، أو البلد اللي بتستقبل تبقى عارفة هتوديها على أنهي رصيف بالظبط، بحيث إن ده هيبقى أكثر كفاءة إن هي تقدر تستوعب كمية الحاويات اللي جاية من غير ما حد يقدر يعدها. أقدر إن أنا أتتبع أي حاوية من أي مكان لأي مكان في العالم وهي ماشية، وأقدر إن أعرف بالظبط خط سيرها موجود دلوقتي فين، المراكب بحيث إن هي تتكلم مع بعض في خطوط الملاحية من غير ما يحصل يعني ابقى عارف ان انا ايه هضطر ان انا يعني ان انا عايز استقبل المكان السفينه المعينه في مكان معين، السفينه دي هتحتاج ان هي تعمل صيانه، السفينه نفسها بتبلغ انا هحتاج صيانه لما اوصل لمثلا عند قناه السويس، لما اوصل عند ميناء اسكندريه، فبتبقى الميناء نفسها جاهزه من قبل ما يحصل. طبعا لازم الميناء والمراكب وكل الحاجات دي تبقى مجهزه بالاجهزه، لكن تكلفه الاجهزه دلوقتي خلت الموضوع ده متاح للجميع. دي نقطه مهمه كنت لسه اسال حضرتك عنها دكتور احمد، تكلفه هذه الاجهزه عامل ازاي؟ يعني احنا قلنا
ان احنا بنعمل حسابنا عشان ما يحصلش مشكله او ما يحصلش عطل في جهاز معين في مصنع من المصانع، عشان ما يتوقفش هذا المصنع عن الانتاج، عشان ما يكونش فيه خساره. في المقابل تكلفه هذا الجهاز قد ايه؟ في البدايه كانت طبعا زي اي تكنولوجيا بتظهر كان الموضوع مش يعني كان الموضوع مكلف، التكلفه ما كانتش بسيطه، لكن دلوقتي مع التطورات اللي موجوده يعني انترنت الاشياء في الصناعات بالذات بقت التكلفه بتاعتها نزلت بحد كبير، وتعتمد طبعا على المصنع وعلى الـ ايه المطلوب من الحاجه. هل بس المطلوب ان انا اراقب العمل يعني اعرف بس الابلاغ فقط عن ان انا بطلع كام قطعه، ولا انا عايز ابلغ يعني اتابع المكن واشوف كل جزئيه فيه واقدر ان انا ابلغ اذا كان في جزء محتاج صيانه او مواعيد الصيانه، اقدر ان انا اخلي الاجزاء من المكن تكلم بعضها بحيث ان هي تقول وقف شويه عشان انا في عطل هنا فوقف لي المكنه دي. طبعا كل حاجه من دي بتزود في التكلفه، لكن في العموم هي بتقلل التكلفة على المدى الطويل، لأن أنا ما بحتاجش أني أعمل صيانة أو يحصل في أعطال كبيرة بتضطرني أن أجيب قطع غيار غالية جدا، لأن أنا بعمل الصيانة الدورية في الأوقات المناسبة والكفاءة عندي أو المكان عندي شغال بالكفاءة المطلوبة معظم الوقت، لأن ما أقدرش برضه أقول طول الوقت. طيب عايز اتكلم مع حضرتك عن وظائف انترنت الاشياء وماذا يقدم من وظائف للناس وازاي الناس تمتهن اصلا هذه المهنه. اعتقد ان احنا ما عندناش دراسات جامعيه ليها علاقه بانترنت الاشياء، يمكن بعد الجامعه او يعني خريجين هندسه بقى او حاسبات ومعلومات. تمام، هو في طبعا مجالات كتير جدا، لان زي ما قلت لحضرتك ان هي صناعه كبيره. ودلوقتي عندنا في الجامعات فعلا بداوا ان هم يعني يصنع يعني الطلبه بتتعلم على الاجهزه اللي هي الدقيقه. يعني مثلا جامعات زي العالمين عندنا، في جامعات الاهليه بداوا ان هم يوعوا الطلبه بالاشياء دي. بعد الدراسه في عندنا مثلا اشياء كتير جدا، يعني مثلا الساعات دلوقتي اللي هي الساعات الذكيه دي صناعه كبيره جدا، وفي منها اشياء كتير بتحصل. واكتر حاجه عشان احنا مثلا عندنا جزئيه الهاردوير ممكن يكون فيها مشكله، في جزئيه السوفت وير، ان انا دلوقتي بقدر اصنع البرامج الخاصه بالحاجات دي. وتدريب الجزء بتاع السوفت وير ده لا يقل اهميه خالص عن الهارد وير اللي بيبقى شغال عليه. ازاي اقدر اعمل سوفت وير يكون نظام التشغيل بتاعه وطريقه المخاطبه بتاعته مع الاجهزه الثانيه مثلا يبقى بالكفاءه ان هو ما يخليش البطاريه تفضى بسرعه. لان معظم الحاجات بتاعت الانترنت الاشياء بتعتمد على يعني كميه طاقه محدوده. انا مش عايز مثلا يبقى السوفت وير اللي شغال على الساعه الذكيه بتاعتي يفضيلي البطاريه بعد ساعه من الشغل، لا انا عايزها تقدر تستمر ساعتين يعني يومين او اكتر. فالكفاءه بتاعت الحاجات دي والتدريب على الجزء ده اعتقد ان هو هيكون اهم بكتير من ان انا اقدر ان انا اشتغل على مثلا السنسورز او الحساسات نفسها او الجزء الهاردوير، لان ده لا يقل اهميه عن ده، وفي نفس الوقت اقدر اشتغل بيه في اي مكان وباقل تكلفه. صحيح، شكرا جزيلا ليك يا فندم دكتور احمد سلمان استاذ مساعده الشبكات والاتصالات وامن المعلومات بجامعه جيمس ماديسون بفرجينيا، شكرا جزيلا ليك. دلوقتي نروح مع حضراتكم لموسم جني محصول القطن اللي بدأ من أول شهر سبتمبر، والسنة دي الحقيقة أن المحصول مبشر جدا لأنه الدولة وفرت تقوي بتتحمل درجات الحرارة اللي حاصلة، وفي نفس الوقت كمان بتوفر إنتاجية كبيرة حوالي وصلنا ل 12 إنتار للفدان. خلونا نتابع مع حضراتكم حصاد الذهب الأبيض في أسيوط. انطلق موسم جني ثمار محصول القطن بمحافظة أسيوط على أنغام نورت يا قطن السعيد،
ابتهاجاً لعودة الذهب الأبيض من جديد إلى سابق عهده بعد زيادة المساحات المزروعة إلى 3034 فداناً على مستوى محافظة أسيوط بزيادة 100% عن الأعوام الماضية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حتى يعود القطن إلى سابق عهده مرة أخرى. وقالت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إن المحصول يبشر بالخير نتيجة المتابعة الدورية مع الفلاحين من خلال تطبيق برامج المكافحة المتكاملة واستخدام المكافحة الحيوية، والتي أتت ثمارها في تراجع نسب الإصابة في موسم زراعة القطن هذا العام. وأضافت هدى إسماعيل إن حجم مساحة أراضي القطن بأسيوط تصل إلى 3034 فداناً موزع على مراكز المحافظة. احنا في موسم فرح واعياد، وده المزارع المصري، فكل تحية وتقدير لكل مزارع مصر، وخص بالتقدير والحب لأهل وناسي مزارعين أسيوط. احنا يواكب موسم جني القطن عيد الفلاح، منظومة تسويق القطن أدت إلى نجاح القطن في المحافظات عموما، في مصر عموما، وزيادة المساحات، إنه المواطن هيعرف بس زرع محصول هيلقي إيه تسويق ليه. فزرع اللي عايز يرجع طبعا عهد الذهب الأبيض تاني لعهده وعرشه يتربع عليه، ويكون المحصول الاستراتيجي الصيفي في أسيوط. وذلك طبعا المواطن عارف وواعي ايه الدولة وايه اللي بتعمله عشان رجوع هذا المحصول لسابق عرشه، طبعا المحالج والمغازل ومنظومة التسويق ليه. زادت المساحة في أسيوط أو في مركز أسيوط حوالي 100% من بداية الزراعة، وإحنا مع الفلاح بنرشده في التخطيط والتسوية، وبعدين بنمد بالبذور اللي هي جاية من الوزارة. الحمد لله أقبل المزارع على الزراعات، الزراعات مبشرة، المحصول مبشر من 10 ل 12 قنطار، والحمد لله إن شاء الله السنة الجاية في إقبال من المزارعين على زراعة القطن. وكل سنة حضراتكم بخير. نشكر سيادة الرئيس عن الاهتمام اللي اهتم بالفلاح وعن زراعة القطن والمحاصيل، ونشكر الرئيس عن السنة اللي فاتت اهتم بزراعة القطن والأسعار، والأسعار بالنسبة للأسعار كانت كويسة السنة اللي فاتت، الناس اهتمت بزراعة القطن. والقطن بالصلاة على النبي عندنا في أسيوط من 10 ل 12 قنطار، وبالصلاة على النبي أحلى محاصيل قطن عندنا في أسيوط السنة دي. لو لقيت مليون جنيه في الشارع هتعمل ايه؟ ده سؤال حلقتنا اللي موجود على منصاتنا المختلفة في انتظار اجاباتكم عشان نستعرضها خلال الحلقة. في آية في خيد بتقول هدور على صاحبهم، لو ما لقيتش هعمل بيهم صدقة جارية والجزء، او هعمل صدقة بجزء والباقي هصرفهم على نفسي. فمحمد قال لها لا تصدقي عندك ضمير، قالت له انت ورايا ورايا حتى في صباح الخير يا مصر. نجح بيقول مين بقى ده اللي هيلاقي مليون جنيه؟ قصدك انا نجح يعني معايا انا برضه مش اكيد مش هلاقي حاجه بعيده على ربنا، بس المهم هتتصرف ازاي. احمد عبد الهادي بيقول هروح اوديهم الاسم طبعا واسلمهم للاسم بمحضر رسمي، وهم الجهه المسؤوله عن رد الامانه. محمد حسين بقى بيسالنا في انهي شارع مليون جنيه. احنا لو عرفنا هنروح عشان نسلمهم لصاحبهم. احمد غانم بيقول صباح الخير عليكم، انا لو لقيت مليون جنيه وسالت تبع مين كل الناس هتقول دي فلوسي. لا ما هم يدوا اشارات، ما هو انت مش هتقول انا لقيت مليون جنيه، هتقول لقيت مبلغ زي ما احنا بنعمل، لقيت مبلغ من المال، مبلغ كبير. اللي يجي يدي اشارات بقى كانوا محطوطين في شنطه شكلها ايه، لقيتهم فين، شكلهم ايه، الرزم بتاعه الفلوس عامله ازاي، يعني ديك تفاصيل عشان تقدر ترجع الفلوس لصاحبها. محمد سعيد العسوي واضح بيقول لك هاخدهم ومحدش هيشوفهم والمصحف مش عارف. طب وعادي يعني بعد كده الحساب عند ربنا، بتأنيب الضمير الحساب عند ربنا. في ناجي بيقول هروح احطهم في البنك واروح شغلي عادي جدا. طيب جارو بيقول او بتقول هشتري شقه. في عادل عبد الله بيقول لازم يرجعوا لصاحبهم وان تعذر ذلك بعد المده القانونيه يتم تصدق بهم صدقه جاريه لصاحبهم، صدقه جاريه لصاحبهم بعد اخذ راي دار الافتاء. مظبوط. احمد حمدي بيقول هقعد شويه كده حط قدامي واتفرج عليه علشان وحشني من زمان.
هو برضو المبلغ يعني يسر العين مش هننكر يعني. بعد بقى منصر عينينا نرجعه على طول. محمد همام بيقول صباح الخير عليكم من الوادي الجديد، برنامج صباح الخير يا مصر رمز التفاؤل. تصدقوا انا فرحت اول ما قريت السؤال عجبني، فكرتوني بنكته الراجل اللي ورث مليون جنيه فالناس خافت تقول له لا يجرى له حاجه من الفرحه، فالعمده راح يقول له انت لو ورثت مليون جنيه هتعمل ايه؟ قال له هديك نصهم، راح العمده هو اللي مات من الفرحه. طيب احمد السيد بيقول من واقع الحظ مستحيل الاقي حاجه. في ناس عارفه حظها يا جماعه. في علي هارون بيقول انا بالفعل لقيت 750 الف جنيه وسلمتهم لاقرب اسم شرطه ووصلوا بالفعل لصاحبهم. شوفي بقى النماذج. واداني منهم 10000 جنيه، دول حلال احسن من 750 الف جنيه ربنا مش هيبارك فيهم. احسنت. ولسه كنا بنتكلم على مساله المكافاه دي، انه دي بتبقى الناس بتبقى ممكن ما هيش اجباريه لكن الناس بتبقى منتظراها، بس اعتقد كمان انه الشرع في شيء شبه كده مساله انه يكون في مكافاه من الحاجه اللي انت سلمتها. طيب شيري بتقول هصحى من النوم، واحمد عز برضه بيقول نفس الاجابه، اول حاجه هصحى من الحلم ده. طيب علي مختار بيقول هبوس الشارع اللي لقى فيه الفلوس. عادل اسواني بيقول هدور وعلى صاحبهم. طيب علي عبد الجليل بيقول هسال حوالين المكان الاول وبعدين اروح اسم الشرطه. في عاشور شعبان بيقول انا هقول انا لقيت حاجه في المكان الفلاني، صاحب هذه الامانه يقول مواصفاتها، محدش قال الامانه تقعد عندي سنه كامله وبعدها ليا حق التصرف فيها، لا ممكن ترجع لدار الافتاء هم يقولوا لك تتصرف فيها ازاي. طيب ابو بكر بيقول هجيب الليسي والبحراوي، تقريبا هيعمل فرح برضو ده فرحان بقى. طيب في كمان، هو في حد هيقع منه مليون جنيه دلوقتي؟ ده الاستاذ محمد يحيى، الا اذا كان معاه ملايين كتير قوي. لا مش بالضروره خالص استاذ محمد، كنا بنتكلم في بدايه الحلقه ان ممكن يكون حد بيورد فلوس، يعني هو شغال في خزنه في جهه حكوميه او في اي مؤسسه واخد الفلوس دي رايح يوردها للبنك ويحصل اي حاجه لا قدر الله فالفلوس تضيع منه، مش بالضروره هو اصلا يكون غني او معاه فلوس يعني. طيب عبد الرحمن عبد العزيز بيقول الحمد لله عمري ما لقيت حاجه، ده يعني اخد الموضوع باختصار يعني، اللي هيلاقي مليون جنيه اكيد مش انا. في ايمان بتقول هعرف المحلات في المنطقه اني لقيت مبلغ واسيب رقم تليفوني للتواصل. تاني طريقه وسائل التواصل الاجتماعي كل الناس دلوقتي بتدخل عليها، واسيب برضو رقم تليفوني للتواصل. سعودي بيقول رزق وربنا بعتهولي. ما هو رزق وربنا بعتهولي، لكن لا انا لازم ادور على صاحبهم طبعا، لازم اتحرى الحلال. ما هو مش اي رزق وخلاص. في كمان من ضمن التعليقات هاخدهم واجيب عربيه واتجوز وفرتك الفلوس كلها وهعمل البدع ده اسلام. محمد بيقول اول ما الاقيهم هقول لكم انا هعمل بيهم ايه. طيب دي كانت مجموعه من التعليقات، في انتظار تعليقات حضراتكم، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. في مدينة الغردقة وتحديدا في الممشى السياحي بيتم الاستعداد لتنظيم معرض فني لأعمال الفنانين التشكيليين اللي بتتناول حجر رشيد، ده بيتم احتفالا بالذكرى المئوية الثانية لفك رموز حجر رشيد ضمن كرنفال مصر الدولي للفنون بالغردقة. معانا دلوقتي الفنان محمد حميدة منسق كرنفال مصر الدولي للفنون عشان نتعرف منه على كل التفاصيل. يا استاذ محمد صباح الخير. صباح الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ يا اهلا بيك، بخير الحمد لله. عايزين نتكلم مع حضرتك في البداية عن الأعمال اللي بتتم والاستعدادات التي سيتم تنفيذها ضمن كرنفال مصر الدولي للفنون. كرنفال مصر الدولي للفنون ده يعني جاي في وقت جميل جدا ان احنا بنحتفل بالمئوية لاكتشاف علم المصريات اللي هو عن طريق حجر رشيد. وطبعا احنا اليومين دول عارفين ان في حمله اعلاميه قويه جدا ده حقنا ان احنا نستعد حجر رشيد. فانا بشتغل من خلال كرنفال مصر الدولي للفنون في الغردقه من 25 ل 30 الشهر الجاري، ان انا عندي 40 فنان جاي من اوروبا، من دول اوروبا كلها تقريبا، وبجانب اخوانهم من الفنانين المصريين. فاحنا هنقدم حجر رشيد يعني مجسم لحجر رشيد من الفايبر جلاس، هيتقدم لكل فنان ويصيره تشكيليا، يعني هو يحط رؤيته التشكيليه على هذا الحجر علشان يبقى عمل فني وسط الممشى السياحي، الورشة هتقام وسط الممشى السياحي. وطبعا هو ده مقصود يا فندم انه نكون الوقت جاي مع وقت الاحتفال بالمئوية الثانية،
على اكتشاف حجر رشيد؟ والله انا في تنسيق مع هيئه رشيد السياحه ومباحثات من فتره كبيره مع الاستاذ عمرو القاضي رئيس هيئه رشيد السياحه بان احنا بنتعاون في تنظيم فعاليات وهم مؤمنين يعني بنشاط الاشتراكه وفي تنظيم الفعاليات. هي سبحان الله جايه بالصدفه يعني الاحتفاليه دي جايه بالصدفه مع حجر رشيد. احنا عاملين اصلا تيمه للكرنفال الاعمده المصريه الاعمده السبعه للشخصيه المصريه. وده كتاب معروف للكاتب الراحل مناف عنا. احنا بنستغل كل فعاليه بننظمها عن طريق ان احنا بنضيف قيمه مصريه للمهرجان. طيب عايزين نعرف من حضرتك جدول اعمال الكرنفال هيكون عامل ازاي؟ ايه الفعاليات اللي هتقام؟ الفعاليات في الوفود الاجنبيه عندنا دول كثيره جايه، تركيا، انجلترا، السويد، العراق، حوالي 20 دوله بالفعل وحجز طيرانهم. هيوصلوا 25 هيتم تسكنهم في فندق الراعي في وسط الممشى. ويوم 26 لغايه يوم 30 هتكون ورشه كل يوم في الفترة المسائية وسط الزوار، وسط زوار الممشى السياحي من الفنادق المحيطة بالورشة. ده هيبقى يوميا بيتناولوا أعمالهم الفنية وتجاربهم الفنية في لوحات تشكيلية ومجسمات وحجر رشيد اللي احنا بنجهزه دلوقتي كماكيت عشان يرسموا عليه. وبعد كده يوم 1 أكتوبر هيبقى طبعا في مناسبه كمان قويه جدا جايه بردك، كل حاجه يعني جايه وقت جميل جدا ان احنا بنحتفل في العالم كله بيوم 27 سبتمبر بيوم السياحه العالمي. فالتواجد 40 فنان في الممشى السياحي من 20 دوله اثناء يوم 27 ده حاجه كويسه جدا بردك، ان احنا بنوصل عن طريق صفحاتهم ووسائلهم التصويريه بتاعت كل فنان ان هو موجود في الغردقه وبيمارس بيمارس الفن بتاعه زي هوايه زي فريق كوره جاي يمارس يتدرب او كده. فالفنانين التشكيليين بيوصلوا رسائل مهمه جدا عن مصر، رسائل سياسيه وامنيه وسياحيه وثقافيه، وان شاء الله يعني هيبقى حاجه مشرفه. وارجو ان يبقى في كاميرا ليكم مراسله يوميا يعني تصور كل اللي بيحصل ان شاء الله. نكون موجودين معاكم باذن الله. صحيح، يمكن الكرنفال ووجوده في الغردقه يعني خطه للترويج السياحي، وخصوصا لما يكون في موجود في مدينه زي الغردقه ومع تواجد كمان ضيوف مصر الكرام اللي جايين من كل الدول اللي حضرتك ذكرتها. والله بصي حضرتك الغردقه كمان عشان تواجد كويس ان يبقى رفع كفاءه الغردقه، فهنبقى تقريبا مسؤولين في الغردقه بما فيهم ست محافظ مهتم جدا برفع كفاءه الغردقه. فعندنا دلوقتي ممشى طوله 12 كيلو اتعمل يعني كتب من امين والى، ومفروض نفتتحه بعد اسبوع تقريبا. الممشى ده يعتبر اكبر متحف دولي مفتوح للنحو، في حوالي 105 مجسم تشكيلي على طول الممشى. فالاهتمام بالسياحه الثقافيه، اهتمام بسياحه الترويج السياحي للمقاصد السياحيه زي الغردقه ومثلاتها من المدن السياحيه المصريه المحترمه. فعن طريق الفنانين، عن طريق استضافه مثقفين، ده مهم جدا، ما نعتمدش على اللي هو التسويق السياحي العادي يعني. صحيح، ودي فرصه كويسه بالفعل للترويج للسياحه. بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الفنان محمد حميده منسق كرنفال مصر الدولي للفنون. طيب نروح مع حضراتكم لمنتخبنا الوطني لفريق الرجال والسيدات للتنس الطاوله، واللي تمكنوا من حصد المركز الاول والاحتفاظ بصداره في البطوله الافريقيه للرجال والسيدات اللي كانت مقامه بالجزائر، وكمان بيستعدوا حاليا لمنافسات الفردي للرجال والسيدات. دلوقتي معانا على التليفون الاستاذ احمد رضا عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لتنس الطاوله، نشوف اخر اخبار التفاصيل ونطمن كمان على ابطالنا. مبروك لحضرتك وصباح الخير عليك، ولو تقول لنا ازاي تم الاستعداد لهذه البطوله والمراكز اللي تم حصدها حتى الان في البطوله الافريقيه. صباح الخير على حضرتك يا استاذ هدير، وصباح الخير على الاستاذ محمد، وصباح الخير على جميع المشاهدين. اهلا بحضرتك. الحمد لله رب العالمين، احنا استعدينا لبطوله الامم الافريقيه المقامه حاليا في الجزائر، اللي احنا عملنا معسكر طويل شويه للسيدات والرجال بتوعنا في صاله الاتحاد المصري لتنس الطاوله الموجوده في استاد القاهره في مدينه نصر.
المعسكر ده ابتديناه بايام قليله، كان المعسكر الاول معسكر مفتوح وبعدين دخلنا بعديها على طول معسكر مغلق، استمر لفتره تقريبا 10 ايام وكان بحضور جميع اللاعبات واللاعبين بتوعنا وباشراف الجهاز الفني الكابتن ماجد عاشور المدير الفني للرجال والسيدات، والكابتن عماد مصلحي مدرب الرجال، والكابتن جيهان السيد مدربه السيدات. والحمد لله رب العالمين احنا الاستعدادات بتاعتنا دي بنلاقي ليها نتائج ايجابيه في النتائج اللي احنا بنحققها في البطولات بتاعتنا. الابطال بتوعنا سافروا الحمد لله رب العالمين ووصلوا بالسلامه، واول منافسات كانت في بطوله الامم الافريقيه. عددهم قد ايه يا فندم؟ عدد الابطال المشاركين سواء في الرجال او السيدات؟ يا فندم؟ عدد الابطال اللي شاركوا سواء من الرجال او من السيدات عددهم قد ايه؟ استاذ محمد الابطال بتوعنا شارك 5 في السيدات و5 في الرجال، ويشرفني برضو ان انا اقول لحضرتك ان في 4 من الرجال وفي 4 من السيدات اللي هم نقولهم كده الاول الترتيب في السيدات، دينا مشرف وهنا جوده ومريم الهضيبي ويسرى اشرف حلمي، الاربعه دول متاهلين طبقا لتصنيفهم الدولي ان هم من اول 11 في التصنيف الدولي بالنسبه لافريقيا، يعني لما نيجي نقول التصنيف الدولي ناخد منه الافارقه هنقول ان هم البطوله دي اتنظمت ان هم خدوا اول 11 افارقه في التصنيف الدولي، فكان من نصيبنا 4 مصريات اللي انا ذكرتهم لحضرتك وللساده المشاهدين. طيب البطاقه الخامسه كانت من نصيب البطله بتاعتنا الاء يحيى ان هي راحت خاضت المنافسات بتاعه تصفيات شمال افريقيا، كانت في الجزائر برضه، كانت هي ورؤى الناغي، والحمد لله حصدت الاء يحيى على المركز الاول في تصفيات شمال افريقيا وبالتالي تاهلت، خدت البطاقه الخامسه وتاهلت لبطوله الامم الافريقيه المقامه حاليا. عظيم. وكانت رؤى الناغي خدت المركز الثاني، ده بالنسبه للسيدات. وبالنسبة للرجال بعد إذن حضراتكم اتفضل. طبعا كان من نصيبنا برضو 4 بطاقات بنفس الطريقة اللي احنا قلنا عليها، اللي هو أول أفارقة، أول 12 إفريقي في التصنيف الدولي، وكان ده الحمد لله رب العالمين من نصيبنا 4 بطاقات، عمر عصر ومحمد البيلي وأحمد علي صالح وخالد عصر. وكانت البطاقة الخامسة برضو الحمد لله قدرنا إن احنا ناخدها، وهو ده الحد الأقصى للبطاقات. البطاقة الخامسة كان محمد شومان وشارك هو وشادي مجدي في تصفيات شمال افريقيا اللي كانت مقامة في الجزائر، والحمد لله برضه هم خدوا المركز الأول والثاني، وأصبح إن محمد شومان برضه اتأهل بنفس الطريقة اللي اتأهلت بيها ألاء يحيى. فإحنا كده عندنا 4-5 رجال وعندنا 5 سيدات. طبعا بنبارك لحضرتك ولكل لاعبتنا اللي مشرفينا في تنس الطاوله، بنشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد رضا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاوله. السؤال اللي كنا طرحناه على حضراتكم في بداية الحلقة وحضراتكم كنتوا بتتفاعلوا معانا وتجاوبوا، لو لقيت 1,000,000 جنيه هتعمل بيهم ايه؟ في ناس تقول لك الاقي 1,000,000 جنيه وفي حد هيقع منه 1,000,000 جنيه رقم كبير. لا بالفعل احنا عندنا 2 جاوبوا بشكل عملي، الاتنين شغالين في مرفق اسعاف سوهاج، وصل لهم بلاغ بحادث على طريق الصحراوي الغربي، لما وصلوا للحادثة وجدوا هذا المبلغ، لقوا 2,000,000 جنيه وحقائب ومتعلقات شخصية بقى وموبايلات وما خلافه. على طول وبدون تردد قاموا بتسليم هذا المبلغ وهذه المتعلقات للضحايا لقسم شرطة جهينة. معانا دلوقتي على التليفون محمد بخيت مشرف هيئة الإسعاف في محافظة سوهاج. يا أستاذ محمد صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ محمد. صباح الخير يا أستاذ هدير. أهلا بيك. قبل ما تحكي لنا القصة احنا عايزين نتعرف على المسافين، عايزين نعرف الناس تعرفهم هؤلاء الأبطال. تمام يا فندم. هو من غير مقدمات كتير، المشاهدين اللي كانوا موجودين في البلاغ كان الاستاذ عماد درويش لبيب مكرم الله ومعاه زميله علاء احمد ابراهيم. جميع اطقم الاسعاف موجوده عندنا مشهود لها الكفاءه والامانه. طبعا ده مش بس السوهاج، ده على مستوى هيئه الاسعاف المصريه في جمهوريه مصر كلها. النماذج دي في منها كتير، في اللي بيصادفوا الحظ وبيتسلط عليه الضوء، وفي اللي بيأدي الامانه من غير ما حد يعرف ولا يحس بيه. بس حقيقي ربنا يبارك لهم. ربنا يبارك لك يا فندم. اكيد طبعا هم من الناس الممتازين والناس اللي تشرف فعلا بجد، ومثال يحتذى به للامانه والشرف في ظل الظروف اللي احنا فيها. احنا لسه كنا بنتكلم انه لما بيكون في مردود يعني معنوي وحتى لو مردود مادي ومكافاه لما حد بيلاقي حاجه ويروح يسلمها بيكون مهم. انتوا ازاي في هيئه الاسعاف احتفلتوا بالمسعفين دول؟
هو بالفعل يا فندم هو جاري الاحتفال حضرتك بتكلميني، وهو الاحتفال بيعد في مكتب السيد الدكتور رئيس الهيئه لتكريم الابطال بتوعنا على امانتهم واداء عملهم بمنتهى الامانه والاخلاص وعلى تفانيهم الدائم. حضرتك ليك انك تتوقعي ان ده حادث في منطقه صحراويه، وصول الطاقم لقى الاثنين متوفيين الى رحمه الله، ما فيش حد رقيب غيره هو وربنا وضميره. ويمكن يعني دي طبيعه شغلكم كمسافرين، قبلوا ده كتير، اغلب الوقت بنشوف كده كتير طبعا، ونفس الانسان بتحدثه بالسوء دايما، بس الناس الموجوده عندنا موجوده بسم الله ما شاء الله متحافظ على نفسها، بتحافظ على امانات المرضى، هو بيحافظ اساسا على روح الانسان نفسه اللي هي دي اهم حاجه. صحيح. الفلوس هتساوي حاجه قصاد حفاظه على ارواح المرضى والمصابين، لان ده القسم اللي احنا اقسمناه في هيئه الاسعاف المصريه، بالحفاظ على ارواح المرضى والمصابين طول الوقت واماناتهم. طيب حضرتك قلت ان دول نموذج وانتم عندكم نماذج تانية كتيره بيتم تسليم المبلغ بهدوء، هل انتم في الهيئه بتقوموا بعمل ندوات مثلا للعاملين لتطبيق ومراعاه الامانه في مثل هذه اللحظات؟ دايما يا فندم بيكون في تدريب مستمر للعاملين في الهيئه، ومن خلال التدريبات المستمره بيتم التوعيه للناس على اهميه الحفاظ على ارواح المرضى والمصابين، لان زي ما حضرتك في الاول دي حاجه امانه مهمه جدا لا تقدر بثمن، ومن ثم بعد ذلك المحافظة على أماناتهم وتعلقاتهم الشخصية وأسرارهم اللي هي بتبقى موجود، هي دايما الأمانة كمان موجودة في أسرار المريض نفسه، لأن ممكن مقدم الخدمة بيشوف وبيسمع حاجات محدش هيشوفها ولا يسمعها عن المريض أو المصاب ده في أي مكان في الدنيا. طيب بيكون في موقف مخالف للي بيحصل، يعني احنا بنتكلم على اثنين من المسعفين اللي بيتميزوا بشيء كبير من الامانه، ولا انا بشوف ان ده جزء كبير من واجبهم، لكن بتواجهوا ازاي العكس؟ وهل ده بيحصل في مواقف بتقابلوها في شغلكم؟ يعني انا من ليا فتره كبيره بشتغل مرشد في هيئه الاسعاف المصريه، لم يصادفني مثل هذا الموقف، لان الحدث نفسه اللي بيكون فيه الحدث بيكون حدث جلل، بعد مصيبه الموت ما بيبقاش فيه حاجه ثانيه، يعني حتى نفسه اللي هو طالع وشاف البلاغ وشاف الحادثه وشاف الوضع قدامه، ما اعتقدش ان ممكن نفسه تحدثه باي شيء من السوء تجاه اللي هو شايفه، غير ان هو يحافظ على امانته ويحافظ على كل اللي موجود معاه، وده اللي احنا اتربينا عليه الحقيقه. يعني حضرتك استاذ محمد اشرت لنقطه مهمه جدا، هي مساله في مساله حمل الامانه، يعني المساله حتى مش فلوس فقط واوراق فقط، ممكن حد يكون بيلفظ انفاسه الاخيره بالفعل في هذه الحادثه وعايز يوصل رساله لحد بالزبط. لازم هذه الرساله تصل كما اراد. بالظبط بالظبط يا فندم، حضرتك كده وصلت لك المعلومه بالظبط، ان انا امانتي وحدها مش اني احافظ على حياته واحافظ على روحه في الوقت اللي هو موجود فيه في الحدث اللي هو فيه، لا ده انا ممكن اخد منه زي ما حضرتك قلت، ممكن اخد رساله، ممكن اسمع حاجه، ممكن اشوف حاجه، والحاجات دي كلها من باب الامانه وتحت صحيح. القسم اللي انا اقسمته ان انا لازم احافظ على اسرار واحافظ على امانات واحافظ على خصوصيات المريض او المصاب ده تحت اي بند. صح، اشكرهم يا استاذ محمد وبلغهم سلامنا. تمام يا فندم، وصل لهم حالا. شكرا جزيلا استاذ محمد بخيت مشرف بهيئه الاسعاف في سوهاج، نشكرك على وجودك معنا النهارده، وبنشكركم على احتفالكم بزملائكم اللي الحقيقه تميزوا يعني بشيء كبير من الامانه اللي احنا كلنا محتاجينها تكون موجوده في حياتنا. يعني بكل تاكيد بكده نكون وصلنا لختام حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.